تغطيتنا مستمرة لانتخابات برلمان كردستان العراق، أهلا بكم. بعد مرور أكثر من 6 سنوات منذ آخر مرة توجه فيها الناخبون الكرد إلى صناديق الاقتراع، انطلق الصباح اليوم انتخابات أقليم كردستان العراق باقتراعها العام. غالبية التكهنات الحالية تشير إلى أن الإقليم ماض نحو خارطة نيابية تختلف عن السابق، لا يوجد فيها مبدأ للنصف زائد واحد أو يغلب فيه رأي حزب واحد على الجميع. ومهما تكون النتائج المرتقبة عن هذا الاقتراع، فإن البرلمان الجديد والحكومة التي ستشكل بعد الانتخابات مطالبة بالعمل على إنهاء الخلافات مع بغداد، والتي أكد عليها رئيس الإقليم نجرفان بارزاني خلال حديثه عندما أدلى بصوته اليوم. فما هي التوقعات لهذا الاقتراع المصيري بالنسبة لكردستان العراق؟ وكيف ستكون خيارات الناخبين؟ وإلى أي مدى ستقاوم القوى التقليدية رياح التغيير التي حملت على أجنحتها أحزاب المعارضة؟ أعلنت المفوضية العليا أن نسبة المشاركة في الاقتراع العام في جميع محافظات إقليم كردستان العراق بلغت 31% حتى الساعة 12 ظهرا. المفوضية في بيان حول إحصائية المنتصف ذكرت أن نسبة المشاركة في كل من أربيل 34%، السليمانية 29%، دهوك 31%، حلبجة 33%. أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد أن عملية الانتخابات ضرورية لأي مجتمع لتثبيت الديمقراطية. رشيد وبعد الإدلاء بصوته في انتخابات برلمان الإقليم أشار إلى أن عملية الانتخابات ضرورية لأي مجتمع لتثبيت الديمقراطية، داعيا إلى المشاركة القوية وتحقيق مطالب المواطنين. عملية الانتخابات في إقليم كردستان بدت من أمس، اليوم انتخابات شاملة وكاملة في إقليم كردستان. أولا في البداية احنا نبارك هاي العملية في إقليم كردستان، ونتمنى للفائزين النجاح والتوفيق من أجل تشكيل برلمان قوي ونشيط لخدمة إقليم كردستان. طبعا عملية الانتخابات ضرورية في أي مجتمع من أجل تثبيت الديمقراطية وإعطاء الصلاحية للشعب حتى يعبرون عن شعورهم، ولذلك احنا فرحانين ومسرورين لأن العملية استمرت بشكل جيد، ونتمنى أن يكون الاشتراك قوي، وكذلك أن مطالب المواطنين كلها يأخذونها بعين الاعتبار في برلمان القادم. رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان بارزاني أشار إلى أن الفائز الأول في هذه الانتخابات هو شعب كردستان العراق، وبعد الإدلاء بصوته دعا بارزاني شعب الإقليم إلى انتخاب مرشحيه ليكونوا نوابا في البرلمان. بداية كلامي أود أن أقول أننا في هذه العملية الشعب، جماهير شعب إقليم كردستان هم الفائز الأول، كردستان هي الفائزة. سعيد جدا بانتهاء الحملة الانتخابية، وعلى الرغم من بعض الملاحظات الصغيرة انتهت بشكل آمن، وأنا أتمنى أن
ممارسي او دسحلاتي خيان كان تكون هذه المساله فرصه لممارسه اقليم كردستان ل سلطاته وان يمارس الشعب سلطاته لايصال النواب الى البرلمان. هذه العمليه الانتخابيه مهمه جدا لاعاده الشرعيه لمؤسسات شعب لمؤسسات اقليم كردستان بعد انتخاب هذه الدوره البرلمانيه. واتمنى ان يكون شعب كردستان والكردستانيين ان يشارك الكردستانيين في هذه العملية وأن يمارسوا صلاحياتهم الجماهيرية ويتوجهوا نحو صناديق الاقتراع وينتخبوا ممثليهم للسنوات الأربعة القادمة لبرلمان كردستان. إذن للمزيد مشاهدينا الكرام تنضم معنا شبكة مراسلي الرابعة من أربيل الزميل أبو طالب الحية أبو حية، ومن السليمانية أيضا محمد الربيعي، ومن دهوك زيد الشهيب. أبدأ من دهوك والزميل زيد، كيف كانت الأجواء يا زيد في مراكز الاقتراع؟ هل هنالك إقبال ملحوظ من الناخبين؟ تفضل. نعم فاطمة، نتحدث بالبداية عن النسبة، نسبة مرتفعة نوعا ما 31% لوقت الظهيرة، هي نسبة مشاركة جيدة جدا. حقيقة لم يكن هنالك أي وقت فتور بالنسبة للناخبين، الناخبين مستمرين بالتوافد إلى مراكز الاقتراع ومن ضمنه مركز الاقتراع الذي أقف فيه الآن. اليوم صباحا كان عوائل، شيئا فشيئا بدأوا حتى الشباب بالقدوم إلى هذا المركز. يعني حقيقة شاهدنا مراقبي الكيانات، مراقبين منظمات دولية على الانتخابات، المفوضية، موظفي المفوضية متواجدين في أماكنهم أيضا، ومعلومات أكثر عن الأحزاب المشاركة أيضا وآلية الانتخابات يتحدث بها معي الأستاذ إسكندر أحمد، عضو في الاتحاد في حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني. مساء الخير عليك أستاذ إسكندر، شنو إجراءات الانتخابات؟ شلون كانت إجراءات الانتخابات؟ وشنو اللي سجلتوه من مخالفات على هذه الانتخابات؟ أولا نشكر المفوضية المركزية، بصراحة هذه المرة يعني شفنا جدية والتزام وانضباط يعني ما كان موجود في المراحل السابقة، نشكرهم على هذه الجهود المباركة. أما بالنسبة للخروقات بصراحة لا يوجد خروقات يعني كبيرة، صغيرة أكو مثلاً مثل يوزعون الكاردات المرشحين على الأبواب الخارج المركز. والشيء يعني السلبي كثير البطاقات، هناك بطاقات سيم كارد مالتهم ما يقرأ، حتى البصمات كثيرة يعني ما يقرأون، هذا سلبيات. والأخرى يعني جو إيجابي بصراحة، جو إيجابي، وشيء الإيجابي أحسن الوفود المركزية يعني تقريبا هاي وفدين ثلاثة جاي يشرفون على زيد بسؤال لضيفك، متى ستغلق صناديق الاقتراع وهل سيوجد هنالك تمديد أم لا يا زيد؟ نعم أستاذ إسكندر، متى ستغلق صناديق الاقتراع اليوم بصفتك مراقب في هذا المركز؟ وهل هنالك تمديد للمدة؟ بالساعة 7 صباحا يعني المركز ما فاتح، الحمد لله يعني شوية شوية إقبال الناس على المركز، ولحد الآن المفوضية يعني مصر على الساعة 6 يعني على أساس انتهاء العملية. بصراحة يعني هنا أناشد المفوضية بغداد، هناك يعني شوية ضغوط مخفي على امتداد الوقت بحجة عدم قراءة البصمات الكثيرة، يعني هيك يعني اكو شغلات يعني نسمع هنا وهنا على اساس يحاولون الضغط على الجماعة. بس بحسب علمنا ومعرفتنا الجهاز كان ينقفل من المركز، وان شاء الله يصير الامور
طيب يعني بصفتك أحد أعضاء الأحزاب الموجودة في إقليم كردستان تطالبون بتمديد وقت الافتراء لوجود مشاكل ربما في بعض الأجهزة؟ بالنسبة لنا لا. لا توجد هنالك أي مطالبات لتمديد الوقت؟ لا توجد حاجة صراحة. ال 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 إذا واحد من الصبح لحد الآن ما جاي يعني شنو مثلا بالساعات الفائتة أشوي يسوي؟ طيب أستاذ اسكندر، الجميع يعلم مدى الاحتدام ما بين الأحزاب الحاكمة وخصوصا الحزبين الحاكمين. اليوم كحزب اتحاد إسلامي كردستاني، هل سيكون تشكيل الحكومة بسهولة في ظل وجود الاحتدام ما بين الحزبين الحاكمين؟ وماذا سيكون موقفكم من هذه الخلافات التي ربما ستتأزم بعد النتائج أو ستقل؟ بصراحة هذا السؤال يعني يجب تسأل من إخواننا الفوق يعني. بس في تقديري الحكومة القادمة ما يكون بهيك سهل يعني. أكو قوائم كثيرة يعني. هذه المرحلة مو مثل المراحل السابقة قائمتين يعني. هذه المرحلة يمكن 3 قوائم 7 قوائم يعني يطالبون يعني بمشاركتهم بالحكومة يعني. لهذا أنا يعني في تقديري يعني شوية صعب تشكيلهم. شكرا جزيلا استاذ اسكندر. طيب واضح جدا زيد، شكرا لضيفك سأعود اليك بالتاكيد. انتقل الى اربيل وزميل ابو طالب البحيه. اهلا بك ابو طالب، هل من مشاكل واجهت المراكز الاقتراع بالنسبه لاجهزه التصويت وغيرها من الامور الفنيه؟ ابو طالب لك الكلمه. نعم فاطمة، تسمحين لي أن أجيب على السؤال الذي لم يوجه لي وأوجه إلى زميلنا في دهوك وهو زيد الشهيب. بالنسبة لصناديق الاقتراع فهي صناديق مبرمجة على أن تفتح الساعة 7 صباحا وأن تغلق الساعة 6 مساء دون وجود أي قدرة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتمديد وقت هذا السيستم الإلكتروني. أي ما يعني، حتى وإن طالبت القوى السياسية إن كانت الكبيرة وإن كانت الصغيرة لا يمكن للمفوضية القيام بهذا الدور، لأن هذا الموضوع تقني وتم الاتفاق عليه مع القوى السياسية ومع الجهات القضائية قبل بدء هذه العملية الانتخابية. يعني حتى لو كانت هنالك يعني أمور استثنائية أو مشاكل في الأجهزة يعني في موضوع البصمات، كما تعلم يعني قد تكون هنالك بعض المعرقلات، يعني هذا الاتفاق لا رجعة فيه، لا تمديد لساعات التصويت والانتخاب يا أبو طالب؟ نعم فاطمة، فعليا لا يمكن أن تمدد هذه الانتخابات بأي شكل من الأشكال. أولا للسبب القانوني وهو السبب القضائي الذي حدد هذا الوقت من 7 صباحا حتى 6 مساء، وهذا الاتفاق كان اتفاقا مبرما مع القوى السياسية ومع رئاسة الإقليم ومع المحكمة الاتحادية ومع المفوضية المستقلة للانتخابات، وصدرت عبر المفوضية بيانات متسلسلة حول ضرورة عدم المطالبة بتمديد فترة الانتخابات، لأن بروسيس العملية الإلكترونية لهذه الانتخابات البيومترية لا يتقبل عمليا وتقنيا أن تتمدد هذه الساعات إلى دقيقة واحدة زيادة. ربما بعض الصناديق صباحا تأخر افتتاحها مما أدى إلى تغيير هذه الأجهزة، أي هذه الأجهزة لم تعمل في لحظة الافتتاح، مما أدى بالمفوضية باستبدال هذه الأجهزة بأجهزة أخرى. في الأمس تحدثنا مع مسؤولين في المفوضية وقالوا هم يمتلكون ما مقداره 50% من عدد يعني صناديق الاقتراع التي يمكن أن تعتبر بديلة، وهذه الصناديق موزعة بشكل متناسق ومتساوي على كل الدوائر 4 في إقليم كردستان، وهم جاهزون لاستبدال أي صندوق أو أي محطة يمكن أن يحدث فيها أي إشكال تقني أو إشكال إلكتروني يخص هذا البروسيس. لكن ربما يمكن أن نشير أيضا إلى أن هذه الساعات الأخيرة
في أربيل وحتى الآن الساعة 4:10 في هذا المكان الذي أقف فيه وهو أحد المراكز الانتخابية الذي يحمل محطة واحدة، فقد حققت هذه المحطة نسبة مقترعين تجاوزت 78%. هذا المكان الذي أقف فيه هو وسط مدينة أربيل في حي بختياري، ويعتبر من أكثر الأحياء المكتظة، وأغلب الذين يسكنون هنا جاءوا منذ الصباح الباكر حتى هذه اللحظة، وبحسب مدير المحطة هو الذي أعطى هذه النسبة. اتصلت بعدد من الزملاء والمراقبين في مناطق أخرى في مدينة أربيل، أكدوا في عين كاوة وهو أحد الأقضية الهامة في أربيل والذي أيضا يمتلك يعني عدد ناخبين لا بأس به، وغالبية الناخبين من يعني من مصوتي الكوتا أي من المسيحيين، فقالوا قد تجاوزت المحطات الانتخابية أو المراكز الانتخابية، تجاوز عدد الحضور طيب فيها ما يزيد 53%. إذن أبو طالب، أبو طالب يعني اليوم الإقليم منذ الساعة الواحدة الذي هو بحاجة يعني جدا، عذرا على المقاطعة، بالتأكيد هو بأمس الحاجة اليوم للتغيير، خصوصا بعد المشكلات الاقتصادية التي تواجه إقليم كردستان العراق. يعني لماذا اليوم نرى ربما نسبة قليلة مقارنة بالمشاكل الكبيرة التي توجد في الإقليم؟ هذه فاطمة ذائقة انتخابية، يعني حاولت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات والحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وكل الأحزاب التي تتنافس اليوم في هذا المضمار التشريعي، حاولوا أن يحققوا أكثر ما يمكن من عملية انتخابية شفافة ومناسبة للمواطن الكردستاني. اليوم المواطن الكردستاني يقع عليه كل الجهد كي يذهب باتجاه تشريع مؤسساته التنفيذية. لذلك حتى هذه اللحظة ونحن لا نزال يعني ربما في يعني 70% من الزمن اللازم لإنجاز هذه العملية، النتائج ربما ستفوق بشكل أو بآخر 50 إلى 56% بحسب بعض المصادر، لا نستطيع أن نؤكد هذا الشيء، لكن أنا أعتقد العزوف الذي يحصل لغاية اللحظة هو حدث يخص المزاج الانتخابي للمواطنين. سأعود إليك بالتأكيد، ابقى معي أبو طالب. أنتقل إلى السليمانية والزميل محمد الربيعي، أهلا بك محمد. إلى الآن كيف تسير أجواء العملية الانتخابية في السليمانية تحديدا، وما هي نسب المشاركة إن كانت لديك معلومات دقيقة حول هذه النسب محمد؟ نعم فاطمة، نتحدث ونحن نعيش الساعات الأخيرة ليوم الاقتراع العام هنا في السليمانية. هنا هذا المركز الذي نتواجد به والذي خصص للإعلاميين، مركز روشين بدر خان، حقيقة نسبة المشاركة فيه وصلت إلى ما فوق 50% حسب يعني الأرقام التي تظهرها هنا الأجهزة البيومترية لأعداد المصوتين قياساً بأعداد الذين يحق لهم الانتخاب هنا في هذا المركز. لذلك نحن نتحدث عن نسبة تجاوزت 50%، وهي حقيقة نسبة وإن تكون هي ليست بذلك الطموح الذي ينتظره يعني تنتظره الطبقة السياسية للمشاركة الانتخابية أو حتى المفوضية، ولكنها قد تكون مرضية وتأتي حسب التوقعات التي كانت يعني ترصد وكانت توضع قبل يعني مجيء هذا الموعد. طيب موعد الانتخابات محمد، يعني الكثير من التفاصيل التي أحاول أن أسردها مع ضيفي هنا الأستاذ جمال عبد الله، أحد المراقبين الذين يشاركون في العملية ومراقبة العملية الانتخابية. أستاذ جمال مرحبا بك، وأيضا ما الذي يمكن أن نقوله اليوم ونحن في ساعات الأخيرة؟ هل هنالك مشاكل؟ رصدتم بعض الخروقات؟ رصدتم بعض ما يعيق العملية الانتخابية؟ أولا نرحب بكم بالسليمانية، السليمانية مدينة التضحية والفداء. اليوم كردستان ينتخب الحمد لله، اليوم من الصبح من الساعة 7 افتحت أبواب الاقتراع وشاركوا المواطنين. لحد الآن ليس لدينا أي اقتراع في هذا المدرسة روشن بدر خان بالسليمانية، ويتجاوز عدد المشاركين أكثر من 55% لحد الآن من كل 2514 مشارك في المدرسة.
والحمد لله ليس أي إخترع. المواطنين يمارسون مهنتهم أو يمارسون حقهم الشرعي بكل سرور وبكل نظام. المشكلة أستاذ جمال التي ظهرت بالبصمة وأيضا بعض البطاقات عرفت لم تقم بقراءتها الأجهزة، هل هذه المشكلة رصدتموها وشخصتموها؟ نعم، لدينا مشكلة مع الاقتراحات، البصمة ما تقرأ والبطاقات أهم ما تقرأ. الصبح لحد الساعة 10 احنا حلينا الموضوع، لأن تغطية 5% أكثر من 150 مواطن عبرناها على هذا البروسيس، لكن هذا قليل كلش، لأن أكو مواطنين هو حرموا من تصويتهم نسبة كبيرة أكثر. أطلب من الكوميسيون المفوضية العليا للمستقلين الانتخابية حل هذه المشكلة للمستقبل، لأن هذا مشكلة كبيرة، أكثر من 50 مواطن هنا حرموا من تصويت وليس لدينا أي حل لهذه المشكلة. يا أهلا طيب. الله. إذن فاطمة، هذا هو المشهد حتى هذه اللحظة هنا في السليمانية، بالتأكيد سنشهد أرقام قد تكون نعم. مقاربة أو أكثر من هذه. ابقى معي محمد، أحسنت على هذه الإيجاز بالتأكيد، وشكر منصور لضيفك. سنرحب بالتأكيد أيضا معنا الباحث بالشأن السياسي الكردي جاسم العيساوي، وسنستمر بهذه التغطية ولكن بعد الفاصل. نستعرض لكم تفصيلات انتخابات برلمان إقليم كردستان بدورته السادسة بالأرقام. مع انطلاق صافرة البداية لانتخابات كردستان العراق، يتجه 2,899,578 مواطنا من مواطني الإقليم يحق لهم التصويت نحو مراكز الانتخاب لاختيار ممثليهم في الدورة السادسة لبرلمان الإقليم. تفتح نحو 1,431 مركز أبوابها أمامهم، التي بدورها تحوي 7,067 محطة. أما فيما يخص التنافس على شغل 100 مقعد برلماني، 1,191 عديد النساء فيهم بلغ 368، فيما بلغ تعداد الرجال 823. اعتمد في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان نظام الدوائر الانتخابية، حيث قسم الإقليم إلى 4 دوائر. تحتل السليمانية صدارتها ب 38% من عدد المقاعد، تأتي بعدها أربيل بنسبة 34% من المقاعد، دهوك تأتي ثالثا بنسبة 25% من المقاعد، أما حلبجة فنسبتها 3% فقط. المرشحون قسموا بدورهم على الدوائر الانتخابية، حيث يتنافس على مقاعد أربيل 359، أما مقاعد السليمانية 38، فعدد المتنافسين عليها بلغ 516 مرشحا. في دهوك يتنافس 226 مرشح لشغل عدد المقاعد 25، أما في حلبشة عدد المتنافسين على مقاعدها كان 54. وأكيد أن هذه الأرقام تشمل النساء والرجال. أما عدد الكيانات السياسية المتنافسة في إقليم كردستان العراق، حيث بلغ 14 حزباً وتحالفة. إذن مشاهدينا الكرام، بعد أن تابعنا هذا التقرير المفصل من الزميلة نرمين منذر حول نسب المشاركة وأيضا محافظات إقليم كردستان العراق ونسب التصويت فيها، أعود مجددا وأرحب بضيفي الكريم الباحث بالشأن السياسي الكردي السيد جاسم العيساوي. سيد جاسم، بدءا للمرة الأولى يشهد الإقليم انتخابات بالأجهزة الإلكترونية وبإشراف من الحكومة الاتحادية، هل ستنجح أو نجحت إلى الآن وحتى هذه اللحظة هذه العملية الانتخابية، أم ستواجه الحديث السابق عن وجود ربما عمليات تزوير؟ تفضل. نعم، بداية السلام عليكم سيدتنا الفاضلة وعلى جمهور قناتكم أينما كانوا. أهلا بك. اليوم العرس الانتخابي في إقليم كردستان
اليوم في تحديدا في يوم الأحد 20/10/24 هذا العرس الانتخابي زحفت إليه الجماهير الناخبة من إقليم كردستان من كافة محافظات إقليم كردستان وبإنسيابية عالية وبجهود جيدة ومثابرة من أجل الإدلاء بأصواتهم. هذا الحزب الديمقراطي الكردستاني يقف على أرضية صلبة ولديه جمهور ثابت ولديه جمهور منتظم ومثقف انتخابيا وواعي للعملية السياسية، وهو ذاهب إلى صندوق الاقتراع بهذا العرس الانتخابي لأجل الإدلاء بصوته والحفاظ على صوته والحفاظ على المكتسبات والحفاظ على هيبة القبة البرلمانية التشريعية والرقابية لإقليم كردستان. اليوم نرى أن الجمهور بإنسيابية عالية وبثقة شديدة يذهب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، إلا أن بعض الخروقات حصلت في حلبجة رغم إصرار الشعب الكردي على مواصلة الزحف لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم. جمهور الحزب الديمقراطي الكردستاني جمهور ثابت كما أسلفت، والحزب الديمقراطي يقف على أرضية صلبة ووعى جمهوره انتخابيا وحصرهم لأخذ البطاقة البيومترية، والكل يمتلك البطاقة البيومترية تقريبا أكثر من 90 إلى 92%، إذا مو 95% يمتلكون هذه البطاقة البيومترية، وهم جاهدين من أجل الذهاب إلى صناديق الاقتراع والأخذ حقهم الدستوري الذي كفله الدستور. ونرى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يتصدر المشهد السياسي لحد الآن، العملية تجري بإنسيابية عالية والجمهور مندفع للإدلاء بأصواته. نعم سيد جاسم، لكن نعم. النسب متفاوتة يعني ما بين حلبجة، السليمانية، أربيل، دهوك، يعني هنالك نسب قليلة أو يعني تعتبر غير مرضية خصوصا بعد هذه الفترة الطويلة التي لم تشهد فيها كردستان العراقي انتخابات. برأيك يعني ما الأسباب أو ما أسباب عزوف الناخب الكردي اليوم للذهاب إلى صندوق الاقتراع والإدلاء بصوته؟ بالعكس سيدتي الفاضلة، اليوم النسبة تجاوزت 58% في بعض المراكز هل تعتبر نسبة مرضية؟ نعم، لا زال الإقبال متزايد على المراكز الانتخابية، ولا زال الجمهور زاحف باتجاه صناديق الاقتراع، ولا زالت هناك إصرار وعزيمة من المواطنين الأكراد بالذهاب لإدلاء بأصواتهم في المراكز الانتخابية، إلا أنه بعض الخروقات تحصل فقط في حلبشة في السليمانية حدثت خروقات وتسجلت شكاوى لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهذه العملية نجحت نجاح كبير ومبهر لدى الشارع الكردي ولدى الشارع العراقي. نرى الانسيابية ونرى الهدوء ونرى الشعب كله متماسك وذاهب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواته وللإدلاء بأخذ حق الدستوري من أجل الوقوف على مسافة واحدة من كافة الأحزاب. كل من يطمح أن يلبي طموحه في هذا اليوم الانتخابي في هذا العرس الانتخابي، لأن يرى أن البلد يحتاج والإقليم يحتاج إلى هذه الوقفة في هذا اليوم من أجل الإدلاء بأصواتهم لكي يذهبوا إلى البرلمان من يمثلهم، حتى يدفعون بممثلهم إلى قبة البرلمان التشريعية والرقابية من أجل المضي قدما في الازدهار والعمار وتشكيل الحكومة الوطنية تقدم مصالحهم وتقدم شعبهم. طيب سيد جاسم، يعني هذه الانتخابات الحالية التي تجرى اليوم في إقليم كردستان العراق بماذا تختلف بإيجابياتها وسلبياتها عن الانتخابات السابقة التي مرت بها كردستان العراق؟ أخو، بعض الخروقات وبعض ما قيل وبعض ما ذكر وبعض التهديدات والفيديوهات التي حصلت من الأحزاب الأخرى، صار إصرار لدى الشارع الكردي على الذهاب بكل قوة بكل جرأة لأخذ حق الدستوري والتصويت لصالح من يمثله. بكل تأكيد هذه العزيمة والإصرار لم نراها حتى في بغداد وفي المحافظات الأخرى، والإنسيابية العالية في أداء داخب لصوته. أنت أسد أتباعين عبر التلفاز الإنسيابية عالية، ولا هناك مضايقات ولا أكو شكاوي في أربيل وفي دهوك وفي سنجار وفي بعض المناطق الأخرى، إلا أنه تسجل عندنا خروقات اثنين، واحدة في حلبجة واحدة في ناحية سوران اللي هي معقل الزعيم كاك مسعود برزاني. هذه الخروقات العجزة البايومترية لم تسجل بصمة الناخب، وهذا إذا ما حل خلال الساعة القادمة سيسجل يعني خرق على المفوضية، لأنه هذا خلل في أنظمتها الإلكترونية، يجب أن أدم الأجهزة الإلكترونية إضافية، يجب أن يفتحون في مركز آخر أو أجهزة أخرى ويتلافون هذا الأمر من أجل
حتى لا تشوب هذه الانتخابات شائبة، وحتى لا يشكك في نزاهة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنه هذه كانت مقصودة، لأن هذه المنطقة هي معقل الرئيس كاك مسعود برزاني، وكلها من يعني ذاهبة لشخصية معينة تنتخب. طيب الحزب الديمقراطي اليوم يعني اليوم المشكلات السياسية وربما أيضا الانقسامات الحزبية وتعدد الوجوه السياسية في إقليم كردستان العراق، هل أثرت بشكل مباشر على هذه الانتخابات سيد جاسم؟ أكيد بكل تأكيد أثرت بشكل سلبي على هذه الانتخابات، ولكن الحزب الديمقراطي الكردستاني جاهد من أجل تذليل الصعاب أمام ناخبينا وأمام هذه العملية الانتخابية وأمام هذا العرس الانتخابي، من أجل ألا يخضع للمساومات وألا يخضع للمزايدات السياسية، ومن أجل أن تمضي العملية السياسية قدما إلى أمام من أجل البناء والإعمار والازدهار في إقليم كردستان كما كان، بل بأكثر همة وبأكثر معنوية عالية من أجل أن يكتمل هذه الصورة الإيجابية، تكتمل بالقبة التشريعية والدستورية لإقليم كردستان إن شاء الله في هذا العرس الانتخابي. وحسب ما أدلى بتصريح أمين عام مجلس الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قال في بيان أنه في الأيام القادمة القريبة ستشكل أولى جلسات البرلمان، بكل تأكيد ستشكل حكومة إقليم كردستان الجديدة بزعامة الحزب الديمقراطي الكردستاني لأنه متصدر الأعلى في الأصوات وفي الأغلب يمتلك الأغلبية في المقاعد، وإن شاء الله سيتفاهم مع الأحزاب الأخرى من أجل المضي قدما في تشكيل الحكومة. سيد جاسم هنا السؤال، اليوم إقليم كردستان العراق متعطش لهذه الانتخابات وللتغييرات خصوصا بعد المشكلات التي جرت في الآونة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة، وهنالك تردي ربما في الوضع الاقتصادي في إقليم كردستان العراق وبالتأكيد لا يختلف عن بغداد، برأيك هذه الانتخابات هل ستفرز النتائج والرغبات والخدمات المرجوة من قبل الشعب الكردستاني؟ بكل تأكيد هناك اندفاع شديد من حكومة إقليم كردستان ومن زعامة السيد مسعود برزاني والسيد مسرور والسيد نجرفان برزاني على خلق أجواء إيجابية منافسة لباقي الدول المجاورة لجلب الاستثمار والاستقرار الأمني والازدهار ولكل ما يخدم شعب إقليم كردستان من خدمات، ونرى الازدهار والأعمار في إقليم كردستان يضاهي الدول الأوروبية. هذا ما جاء من فراغ وإنما جاء من إصرار الحكومة على تقديم أفضل الخدمات لمواطني، ونأمل من باقي المحافظات الأخرى حذو إقليم كردستان من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطن العراقي لأنه يستاهل وتعب وضحى وناضل من أجل أن يتلقى لقمة العيش الكريمة والعيش الكريم. الإقليم جاهد من أجل خلق بيئة مزدهرة تخدم مصلحة الشعب العراقي وتخدم شعب إقليم كردستان بكل تأكيد. طيب ابقى معي ضيفي الكريم سيد جاسم، سأعود إليك بالتأكيد، ولكن اسمح لي أن أنتقل إلى السليمانية مجددا والزميل محمد ربيعي. محمد، إن شرحت لنا وللمشاهد ما هي آلية التصويت منذ الدخول إلى مركز الاقتراع وحتى الخروج من المركز، لك الكلمة محمد. طيب يبدو الصوت غير واضح، سأنتقل بنفس السؤال إلى الزميل زيد الشهيب في دهوك. زيد، لو شرحت لنا آلية التصويت منذ الدخول الناخب الكردي إلى مركز الاقتراع وحتى الخروج من المركز. طيب يبدو الصوت غير واضح لديكما. طيب زيد، سؤالي لك، سؤالي لك زيد، يعني بنفس السؤال لمحمد سيكون من بعدك، ما هي آلية التصويت منذ دخول الناخب الكردي إلى مركز الاقتراع وحتى الخروج من المركز؟
فاطمة، الآلية تبدأ بتوجه الناخب إلى بوابة مركز الاقتراع حيث توجد هنالك قوائم بأسماء الناخبين. بداية يتأكد الناخب من وجود اسمه ضمن هذه القوائم، يتوجه بعدها إلى داخل المركز. في داخل المركز يستقبله موظف المفوضية للتأكد من بطاقة الناخب، بعد ذلك يدله على محطة الاقتراع، ثم يتوجه بعد ذلك إلى محطة الاقتراع. يتواجد موظفين داخل هذه المحطة، موظفين المفوضية المستقلة العليا للانتخابات، وأيضا مراقبي الكيانات السياسية ومراقبين شبكات دولية للرقابة على الانتخابات. ثم بعد ذلك يتوجه إلى الجهاز الخاص بفحص بطاقة الناخب، ومن ثم التوقيع والتأكد من البصمة والتأكد منهم أنه محدث بايومتريا. ثم ذلك يستلم ورقة توجد فيها أسماء وصور المرشحين الذين يود أن ينتخبهم، ثم بعد ذلك يتوجه إلى الاقتراع بمكان سري صمم من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. بعد ذلك يتم بعد اكتمال اقتراعه يتم استلام ورقته من قبل موظف موظف الانتخابات لوضعها في الصندوق. طيب زيد، هل لاحظت أي مشكلات بهذه الأجهزة؟ وأيضا هل كان هنالك أي نشاط يعني لحزب معين أو لجهة معينة؟ هل هنالك ضغوطات ربما على الناخبين في المركز الذي تتواجد فيه حاليا تحديدا؟ فاطمة، بالنسبة إلى المشاكل في الأجهزة فهي موجودة منذ الصباح الباكر. هذه الأجهزة لا تستطيع قراءة البصمة لكبار السن، وأيضا هنالك مشاكل في قراءة بطاقة الناخب. يوجد في بطاقة الناخب سيم كارت، ما يسمى سيم كارت. هذا السيم كارت يتم قراءته من قبل الجهاز. بعض الأجهزة لا تستطيع قراءة هذا السيم كارت، وحتى لا تستطيع قراءة بصمات كبار السن. لذلك شاهدنا في بعض الأحيان يتم استخدام الليمون لمساعدة الجهاز التعرف على البصمة إذا وحصلت مشاكل عديدة. هنالك أشخاص لم يستطيعوا أن يدلوا أصواتهم إلى هذه اللحظة بسبب وجود مشاكل في داخل الأجهزة. طيب. أما بالنسبة للخروقات، نعم حصلت هنالك خروقات أمام مراكز الاقتراع من بعض الأشخاص بتوزيع كارتات لأحزاب معينة، بالترويج لأشخاص معينة داخل ضمن هذه الانتخابات. في الصباح الباكر كانت هنالك عجلة أمام المركز الانتخابي الذي أتواجد فيه الآن تروج لحزب معين، تم اتخاذ الإجراءات بحقها من قبل القوات الأمنية المتواجدة هنا بمنع هذه العجلة للدخول، وتم غلق الطريق بالكامل أمام المركز الانتخابي الذي أنا فيه. أحسنت على هذا الإيجاز زيد، ابقى معي، أذهب مجددا إلى أربيل وزميل أبو طالب بنفس السؤال. أبو طالب، يعني لا أعلم إن كانت لديك ضيفة نرحب بها بالتأكيد لتحدثنا أكثر عن العملية الانتخابية والآلية التي تجرى بها الانتخابات خصوصا في مركز الاقتراع الذي تتواجد به. أبو طالب، لك الكلمة. نعم فاطمة، الآن أنا في ذات المركز في منطقة بختياري وسط مدينة إربيل، وربما كان اليوم أغلب لقاءاتنا مع يعني القياديين في الديمقراطي الكردستاني. تحدثنا مع السيد فاضل ميراني وكذلك السيد فوزي حريري، والآن يعني أيضا وجدنا السيدة بسار حيدر قادر وهي مراقبة عن القوى السياسية أو عن الأحزاب السياسية وبالتأكيد عن الحزب الديمقراطي الكردستاني أيضا. الآن سيدة بسار، إحنا نشهد ربما الساعات الأخيرة من باقي ساعة ونص. هذه الساعات الأخيرة سمعنا الآن من الإدارة الخاصة بهذه المحطة الانتخابية بأنه وصل عدد المقترعين إلى ما يقارب 80%. كيف يمكن أن تصفين هذه العملية التشريعية منذ بدايتها وأنت موجودة حضرتك في هذا المركز؟ هو الساعة 7 بدأ، الحمد لله، يعني الجهاز ما صار بي مشكله، يعني يجين يصوتون، ما صارت مشاكل، واحنا 6 احزاب بالغرفه واكو فت محطه واحده هنا. تمام، يعني
يعني أود أن أسمع من حضرتك، يعني شفنا في الساعة الأخيرة نساء كثيرات أتوا ودخلوا إلى هذه المحطة الانتخابية، أنت أيضا كامرأة تشاركين بحزب سياسي والنساء تأتي للإدلاء بأصواتهن ليختارن من يمثلهن في برلمان إقليم كردستان. أيضا نعلم أن الحركة النسائية السياسية الكردية هي حركة تاريخية، كيف وجدت هذا الحضور النسوي في هذا المركز؟ ماكو فرق بين النساء والرجال يعني هنا، حتى النساء صاروا أصواتهم أكثر من الرجال هنا، عادي دي صوتون. تمام، طيب شكرا جزيلا. شكرا، شكرا لطفك. نعم فاطمة، الآن ربما يعني تظهر هذه الابتسامة طبيعة الرضا الذي يعني في قلب ممثلي القوى السياسية، شاهدنا ليس فقط من السليمانية والزميل محمد الربيعي من جديد. محمد، الاتحاد الوطني، كيف هي نسبة المشاركة؟ يعني بالتأكيد أنت تواكب هذه العملية الانتخابية منذ أن بدأت في محافظة السليمانية تحديدا. محمد، هل كانت نسبة التصويت الخاص مشابهة أو مقاربة للتصويت العام لهذا اليوم، وبماذا اختلفت عن التصويت اليوم التصويت الخاص بماذا العام بماذا اختلف عن التصويت الخاص؟ لك الكلمة. طيب فوق الكاميرا. طيب، يبدو الصوت ايضا غير واضح لديك محمد. انا حتقدم جميرسي. طيب، أعود مجددا إلى ضيفي في الاستوديو سيد جاسم. يعني بالتأكيد أنت تتابع العملية الانتخابية منذ أن بدأت، بماذا يعني اختلف التصويت الخاص والعام منذ أن بدأت العملية الانتخابية في كردستان العراق؟ تفضل. نعم سيدتي، التصويت الخاص هو العسكر واللجنة الأمنية بكل تأكيد يكون أكثر انضباطا وأكثر اندفاعا. اليوم المواطن الكردي والعنصر النسوي بدأ متأخرا في اللعب صوته، تعرفين النساء لديهم التزامات في البيت، وبعد الظهر نرى الأعداد في تزايد إلى مراكز الانتخاب من أجل اللعب صوتهم بعد أداء التزاماتهم البيتية. طبعا بكل تأكيد سيذهبون إلى مراكز الاقتراع من أجل الإدلاء بأصواتهم، وسنرى في الساعة القليلة ساعة ونص أو ساعتين باقي من الوقت، هذا الجزء المتبقي من الوقت سيشهد تزاحم على صناديق الاقتراع من قبل المواطن الكردي حتى لا يضيع صوته. بكل تأكيد نرى أن هناك انسيابية وعدم ووجود رضا من الأحزاب المشاركة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على ما لاحظوه من انسيابية وانضباط عاليين، وبكل تأكيد إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أبدت يعني جهود مشكورة عليها في محافظة أربيل وفي دهوك وفي باقي الأجزاء الأخرى. هنا السؤال، يعني كيف تقيم اليوم خطوة مشاركة المفوضية العليا للانتخابات وإشراف الحكومة الاتحادية اليوم على هذه الانتخابات سيد جاسم؟ ما هي الآثار الإيجابية لهذه الخطوة؟ إن شاء الله ستكون آثار إيجابية، ويحظى وطبعا كل التقدير والاحترام لأعضاء مفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وإقليم كردستان رحب بهذه العملية رغم اعتراضه على مبدئيا كان على أنه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الحكومة الاتحادية تجري انتخابات في إقليم كردستان، لكن بعد مفاوضات وبعد الحديث في هذا الموضوع والخوض في مغمار هذا الموضوع بدأ استعداده لإقامة الانتخابات برقابة دولية وبرقابة أممية وبرقابة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لأنه ما عنده شيء يخشى منه، لا يزور ولا يذهب لإبداء المشاكل واختلاق الأزمات، بالعكس هو أبدى انضباط ودقة في العمل وانسيابية عاليين عندما لاحظ الجمهور هذا الانضباط وهذه الانسيابية. والمفوضية العليا أيضا ما شخصت خروقات ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني في المحافظات، لا في السليمانية ولا في محافظات اللي هي تحت خلينا نقول سلطة الأربيل ودهوك وسنجار باقي هذه المناطق الأخرى، لم تسجل خروقات لا أمنية ولا خروقات تزوير ولا غيرها على الحزب الديمقراطي الكردستاني في هذه المناطق، بالعكس
أبدوا رغبتهم الشديدة في أن تمضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مراقبة الانتخابات. ويقول لك أنا واضح، هذا أنا الحزب الديمقراطي، هذا جمهوري يدير لي بأصواته، ما عندي فد شيء أخاف عليه وأخشى حتى أعارض المفوضية، بالعكس. لكن باقي الأحزاب في السليمانية تحديدا هذا يعني حصلت بعض الخروقات وإشكالية في منطقة معقل الرئيس في سوران. طيب قبل أن أعود إلى مراسلينا في محافظات كردستان العراق، إن سمحت لي بسؤال آخر سيد جاسم، يعني كيف تستقرأ النتائج الأولية؟ يعني هل ستأتي بيعني وجوه جديدة، انبعاثات وأحزاب سياسية جديدة، أم ستكون هي أيضا من حصة الأحزاب المسيطرة والكبيرة في كردستان العراق؟ بالعكس سيدتي الفاضلة، الحزب الديمقراطي الكردستاني هو يعني صاحب التجديد وصاحب الوجوه الجديدة في الحكم في السلطة، في يعني دائما ما يحظى بمقبولية لدى الشارع الكردي، لأنه يقدم من هو الكفو، من هو مهني، من هو يعمل من أجل مصلحة الشعب الكردي. بكل تأكيد سنرى هناك تغيير لوجوه أحزاب أخرى كانت متصدرة ومتسيدة المشهد، إلا أنه لم تقدم ما يقدمه الحزب الديمقراطي الكردستاني، بل وانبثقت عنها أحزاب أخرى تداعي بالإصلاح. وسنرى هناك تغيير وسيأخذ من مقاعدهم بكل تأكيد، وستكون هناك تغييرات جديدة في الشارع الكردي في هذا البرلمان الجديد. ابقى معي ضيفي الكريم، سأعود إليك بالتأكيد، ولكن أنتقل مجددا إلى زميل أبو طالب وحيث يتواجد في أربيل. أبو طالب، بالتأكيد يعني كنت متابع جيد لهذه الانتخابات ورصدت بعض ردود الأفعال من قبل الناخبين، يعني ما هي ردود الأفعال برأيك؟ ما هي المطالب؟ ما هي الآمال المعقودة على هذه الانتخابات من قبل الناخب الكردي؟ نعم، هذه المسيرة فاطمة مسيرة طويلة، كانت مسيرة من المطالب ومسيرة من المشاعر ومسيرة من الأمنيات، لكنها بالنهاية تحققت حتى هذه اللحظة. كان هناك تخوف طيلة الأشهر الماضية، فعليا منذ عام حتى الآن ونحن نعمل على ملف الوصول إلى يوم الانتخابات البرلمانية بعد أكثر من تأجيلين، كان يعني بأسباب تقنية وأسباب خلافات سياسية وأسباب دعاوى قضائية حتى وصلنا إلى اليوم. خلال العام الماضي ولفترات متعددة كنا عندما نتحدث عن ملف الانتخابات مع المواطنين، إن كنا في الشارع وإن كنا في المنازل وإن كنا مع القوى السياسية المختلفة، إن كانت في الحكومة إن كانت في السلطة أو لم تكن في السلطة، مع القوى الشابة أو القوى التي تمتلك جذرا تاريخيا سياسيا عميقا في كردستان، كلهم كانوا ينظرون إلى ضرورة إعادة إحياء وتفعيل برلمان إقليم كردستان للكثير من الأسباب، أهمها الحالة الشرعية التي يمثلها هذا البرلمان، ومنه الحالة الشرعية التي ستمثلها الحكومة الكردستانية في كابينتها العاشرة. هناك الكثير من الخلافات الكردستانية وهناك الخلافات الكردية العراقية الاتحادية مع بغداد، وكانوا ينظرون الكرد هنا طيلة الفترة الماضية على أن هذه المشكلات لا يمكن أن تحل بشكل نهائي دون أن يتوحد الكرد تحت قبة البرلمان وأن تصدر القرارات البرلمانية كي تنفذها الحكومة التنفيذية. وهذه الحكومة التنفيذية التي ستأخذ قوتها التشريعية من البرلمان تستطيع أن تتحدث مع بغداد وأن تقوم بالإجراءات المناسبة الخاصة بالوصول إلى نتائج ناجعة لشعب كردستان، منها ملف النفط والغاز، منها إعادة إحياء تصدير النفط، منها توزيع الرواتب، ومنها نوع وقيم الميزانية التي من الممكن أن يستحصل عليها الإقليم خلال الفترة المقبلة. كل ذلك كان هو النقاش الذي يدور بالشارع الكردستاني. اليوم ربما الآمال ستبدو أقرب لتحقيق كل هذه الحلول عبر الوصول إلى برلمان يتفق فيه الكرد
باتجاه حكومة وحدة وطن وحدة كردستانية أو حكومة ائتلافية كما تحدثوا قادة سياسيين كرد لنا صباحا، ومنهم السيد رئيس الإقليم عبر حديثه للصحفيين بعد أن قدم صوته في هذه الانتخابات. طيب أبو طالب، يعني أنت تتواجد منذ ساعات الصباح الأولى للعملية الانتخابية للتصويت العام لهذا اليوم، ما هي الفئات الاجتماعية الأكثر نشاطا كانت في التصويت اليوم؟ فاطمة عفوا أنا الصوت بعيد، ممكن تعيدين سؤالك؟ بالتأكيد نعم، كنت تتواجد أنت في مركز الاقتراع منذ ساعات الصباح الأولى وأنت يعني تتابع هذه العملية الانتخابية في كردستان العراق تحديدا في أربيل، من هي الفئة الاجتماعية الأبرز والأكثر نشاطا كانت اليوم التي قامت بالإدلاء بصوتها في صناديق الاقتراع أبو طالب؟ الأول كنا في المركز المخصص لقادة القوى السياسية والذي يعرف قبل طيب طيب أبو طالب، يبدو الصوت والصورة غير واضحة لديك، سأعود إليك بالتأكيد، أنتقل بنفس السؤال إلى الزميل زيد. زيد أنت تتابع وتتواجد في مركز الاقتراع الذي يبدو نشط جدا، وأنا ألاحظ من خلفك الصورة لم يتوقف. نعم نعم، لم يعني الناخبون لم يتوقفوا عن غير واضح. إذا ممكن توضيح السؤال، يعني الصوت طيب غير واضح. زيد الآن الصوت كيف لديك؟ زيد أنت تتواجد في مركز الاقتراع الذي يبدو نشط جدا، يعني الصورة واضحة من خلفك، لم يتوقف الناخبون عن المجيء. الآن صوتك واضح. نعم لم يعني لم يتوقف الناخبون عن المجيء لمركز الاقتراع الذي تتواجد فيه. زيد يبدو نشط جدا، من هي الفئات الأبرز التي قامت بالإدلاء بصوتها في المركز الذي تتواجد فيه منذ ساعات الصباح الأولى زيد؟ حقيقة فاطمة هذا الموضوع، يعني ما هي الأحزاب المسيطرة ومن الذي حصل على أكثر الأصوات، هذا هو ما ستحدده المفوضية، ولكن المصادر والأنباء تقول أن الديمقراطي الكردستاني إلى هذه اللحظة هو لربما المسيطر في مدينة دهوك بشكل عام وليس بهذا المركز فقط، يعني وافدين بصورة كبيرة، لم يتبقى إلا ساعة أو أكثر من ساعة من دقائق، ولا زالت العوائل ولا زال الشباب يتوافدون إلى هذا المكان. أيضا معلومات أكثر حول موضوع الاقتراع، حول الخروقات التي حصلت، ينضم معي الأستاذ باباني كاروان باباني، عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني. السلام عليكم أستاذ. إذا ممكن تتحدثنا اليوم، أنت عضو أحد الأحزاب الحاكمة هنا في مدينة دهوك وفي إقليم كردستان بشكل عام، اليوم هل سيكون تشكيل الحكومة ما بعد الانتخابات سهلا؟ هذا يتركز على الطرف الثاني، مثلا الديمقراطي مثلا يكيتي أكو الجوران داينوي، هذا يعني بعد الانتخابات اكو مفاوضات، اكو الكراسي مثلا، منو الكراسي الاكثر، هو يتحكم على البرلمان، بس احنا يعني نريد من كل الاطراف عدد ديمقراطي يتساهلون على الحكومه، واحنا نتمنى المشاركة والتعاون بين الأحزاب على مود تشكيل الحكومة الجديدة، يعني ماكو حساسيات حتى الآن. طيب هذه الانتخابات مصيرية تحديد الأقليم، هنالك اختبارات حقيقية أمام الأحزاب التي ستفوز في هذه الانتخابات، بالتالي يجب الحفاظ على هذه الانتخابات، الحفاظ عليها من التزوير، لربما الحفاظ عليها من حتى الخروقات، هنالك خروقات تم تشخيصها من قبل منظمات مراقبة الانتخابات، اليوم كيف تتعاملون مع هذه الخروقات وخصوصا أنتم أحد الأحزاب التي تريد إنجاح الانتخابات بصورة كبيرة؟ هذا مثلا هذا الموقع الحالي ماكو خروقات،
واني ما اتصور يعني خروقات كثيره بهذا الانتخابات، لانه كله شفاف او نظام الكتروني. بس اذا اكو خروقات هذا يتسيطرون على شنو هذا النظام الانتخابي، الكوميسيون الاعلى الانتخابات المفوضيه، هذا هم يشوفون الشكاوي يعني نوعيه شكوى. واذا يعني ما تصور تلغي الانتخابات او يعني مشكله كبيره تتسبب على هاي الشكاوي. طيب اليوم الديمقراط الكردستاني اعتبار حقيقي بنجاح في الانتخابات، ما هي الخطه التي وضعها هذا الحزب، وخصوصا يعني كما قلت سابقا اعتبار حقيقي يعني؟ ايه، الحزب الديمقراطي الكردستاني هو حزب كبير وبها مئات السنه وبالساحه، ومشاريع مالته التعايش والبناء والصحة والمدارس، هذا كله طيب. يعني اكو برامج كثيرة يعني حقيقة. وبعد الانتخابات سووها، وقبل الانتخابات هم سووها، واحنا نريد بالاخر نريد يعني ما نريد. طيب زيد، واضح جدا، نتأمل كل كلام ضيفك. شكرا موصول لضيفك بالتأكيد. نعم، شكرا زيد على هذه التفصيلات، سأعود إليك بالتأكيد. ولكن أعود مجددا إلى الزميل محمد حيث يتواجد في السليمانية. محمد، بالتأكيد أنت تتابع منذ ساعات الصباح الأولى في مركز الاقتراع الذي تتواجد فيه هذه العملية الانتخابية في إقليم كردستان العراق، وتحديدا في مركز الاقتراع. يعني بالتأكيد تحدثت للمواطنين الكرد ورصدت بعض الأقاويل أو الأحاديث، ما الأمال المعقودة من الناخب الكردي محمد على هذه الانتخابات، وما هي الأشياء التي يطالبون بها، ما هي المطالب والأحلام التي يتمنوها في هذه الانتخابات، وماذا يرغبون من تحقيقه بعد هذه الانتخابات محمد؟ نعم فاطمة، حقيقة ردود الفعل التي لمسناها هنالك حالة إيجابية بعيشهم لهذه التجربة الفريدة، وهي تجربة الانتخابات التي يحظون أو يعطوها صبغة من المصداقية والثقة بنتائجها، وهي حال حقيقة قد تكون قد افتقدها لفترة طويلة هنا المواطن الكردستاني، ولم تكن بوصاية من الحكومة المركزية في بغداد. ولكن عندما يعني وضعت الحكومة المركزية لمساتها على هذه الانتخابات، بالتأكيد اليوم الأمر بات مغاير. ردود الأفعال حقيقة التي رصدناها هنا على المستوى السياسي وعلى المستوى الشعبي تبشر بخير، وحقيقة أعطت جزء كبير من الاطمئنان على هذه الآليات الجديدة التي اتبعت، وبالتالي نسب المشاركة حتى هذه اللحظة مرضية، ونحن على اعتاب أن نصل إلى 60% من نسب المشاركة بهذا الكرنفال الانتخابي هنا في كردستان، وهو تعبير عن يعني رغبة المواطنين هنا بخوض هذه التجربة وأيضا الإدلاء بأصواتهم من أجل تغيير واقع. محمد، سألتني عن المشاكل التي يعيشها والواقع الذي يعيشه هنا وضيفي سيد جاسم. سيد جاسم، يعني الحملة الانتخابية كشفت مدى عمق وتجذر الخلافات يعني الدائمية بين الحزبين الشريكين في قيادة الإقليم، برأيك ما الذي ستفرزه هذه الانتخابات بعد أن تنتهي؟ نحن نراقب عن كثب هذه النتائج الانتخابية إن شاء الله، وستعلن نتائج الانتخابات عبر قناتكم وعبر شاشتكم الكريمة، ونسمع البشرى من جنابك الكريم عبر قناتكم الكريمة إن شاء الله بفوز الحزب الديمقراطي الكردستاني في أعلى المقاعد، وهذا ما إن شاء الله سيتحقق، لأنه ظاهر للعيان أنه الحزب الديمقراطي الكردستاني أكثر جمهورا، أكثر انضباطا وأكثر اندفاعا من أجل المضي قدما في إدلاء بأصواتهم، وحتى يمارسون هذا العرس الانتخابي وهذه الديمقراطية الحديثة. إن شاء الله
سيكون الحزب الديمقراطي المتصدر للموقف. يعني إن كان الحزب الديمقراطي أو أي حزب آخر، بالتأكيد نحن نتمنى أن تأتي هذه الحكومة القادمة في إقليم كردستان العراق أو هذه الانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان العراق بأفضل الخدمات لهذا الإقليم. شكرا جزيلا لك، كنت معي الباحث بشأن السياسي الكردي سيد جاسم العساوي. إذن مشاهدينا شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام نستمر بهذه التغطية ولكن بعد الفاصل. إذن أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام بهذه التغطية المستمرة لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق. أبدأ معك مجددا أو أعود إليك مجددا أبو طالب البوحية، يعني إلى الآن كيف تبدو العملية الانتخابية وكيف هي يعني حالة الإقبال في مركز الاقتراع الذي تتواجد فيه وهل من جديد لديك؟ تفضل أبو طالب. نعم فاطمة، لأجل الصدفة ربما لم تحدث أي مشكلة تقنية في هذا المركز الذي نزوره الآن، حيث تحدث وكلاء الأحزاب بأنه لم تكن هناك أي مشاكل تقنية، بالإضافة إلى أن مدير المحطة الانتخابية أو مدير المركز أشار إلى ارتفاع نسبة التصويت في هذا المركز منذ بداية الساعة الماضية، كانت 78%، ثم بعد نصف ساعة تقريبا كان الرقم 80%، والآن بلغت بأنه 84% عدد المصوتين كنسبة وتناسب، وهذا يشير إلى أنه الحدث الانتخابي هنا في هذه المنطقة من أربيل أي وسط أربيل كان هناك إقبال واسع من قبل الأهالي، وننتظر بشكل أو بآخر بقية المعلومات الأولية التي من الممكن بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة السادسة أن تخرج علينا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ببيان رسمي وتعطينا النتائج النهائية مثل ما قامت في وقت الظهيرة. يمكن أن نشير بعض المنصات الإعلامية الكردية وأنا كنت أتابعها. نعم واضح. نعم. سأعود إليك أبو طالب لنتحدث في المناطق القروية والمناطق الريفية. طيب أرحب بضيفي الكريم وفاء محمد كريم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي ينضم إلي بهذه التغطية المفتوحة لانتخابات إقليم كردستان العراق. ولكن قبل أن ينضم معي أعود مجددا إلى زيد. زيد، يعني إلى الآن تبدو حالة الانتخابات في المركز الذي تتواجد فيه نشطة جدا، من هي أو ما هي الفئات الأكثر نشاط في هذه الانتخابات خصوصا في هذا المركز؟ يعني هل الرجال، النساء، الكبار، من هم الأكثر يعني قدوما للإدلاء بصوتهم في هذه الانتخابات حتى الساعة؟ يا زيد لك الكلمة. فاطمة، منذ الصباح إلى هذه اللحظة يعني لا نستطيع أن نحدد أن القادمين النساء فقط أم رجال فقط، بل القادمين هم عوائل فقط،
كل الأشخاص يأتون ومعهم عوائلهم للإدلاء بأصواتهم الانتخابية. هذا المركز الذي أتواجد فيه الآن لم يتوقف ولو لساعة واحدة عن يعني استقبال الناخبين، أعداد كبيرة جدا، نسبة هذا المركز عالية جدا، ولربما بعد إغلاق الصناديق وإظهار الأشرطة ستظهر نسب المشاركة، والتي يتوقع أن تكون نسب مشاركة هذا المركز عالية جدا. حقيقة كما قلت سابقا حصلت خروقات في هذا المركز وتمت معالجتها فورا، بالتالي هذا المركز محافظ عليه من قبل القوات الأمنية المنتشرة في كل جانب من جوانبه. يعني كما يعلم الجميع أن مراكز الاقتراع هي بالأساس مدارس، بالتالي المدارس توجد لديها أكثر من بوابة، القوات الأمنية منتشرة على جميع البوابات لتأمين هذا المركز، هنالك حركة سلسة وسهلة ينظمها موظفي المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في مدينة دهوك، تعاون ما بين المواطنين وما بين موظفي المفوضية. ولكن نحن اليوم كصحفيين لا نستطيع الحصول على أي تصريح من قبل المفوضية هنا في مدينة دهوك، سوى يعني عندما نتحدث معهم يكون الجواب واحد، هو أن النتائج والتصريحات تأتي من أربيل فقط، ونحن لا نستطيع أن ندلي بأي تصريح. نعم، طيب زيد ابقى معي، سأعود إليك بالتأكيد. أعود مجددا وأرحب بضيفي الكريم السيد وفاء محمد كريم، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني. أهلا ومرحبا بك سيد وفاء، كيف قرأتم نسبة المشاركة حتى الآن، وخصوصا وأن المفوضية قالت أن النسبة بلغت 31% حتى الساعة 12 ظهر اليوم؟ تفضل. طيب لا أعلم إن كان الصوت واضح لديك، سأعود إليك مجددا. عذرا سيد وفاء، يبدو الصوت غير واضح لديك، أعود مجددا لك أبو طالب. يعني بدأ الوقت ينتهي، ساعة وأقل من ساعة ستغلق صناديق الاقتراع الإلكترونية، هل يعني بدأ المصوتون بالأقل الأعداد أم لا تزال الأعداد كما هي؟ نعم فاطمة، فعليا 55 دقيقة تفصل بيننا وبين أن تعمل صناديق الاقتراع على فرضية أو أمر الشتداون، والذي يعني إغلاق هذه الصناديق نهائيا وتخريج النتائج الإلكترونية التي تعمل على تفصيل الكيانات السياسية وعدد الناخبين الذين صوتوا وكل ناخب إلى من صوت، وبالنهاية نستطيع أن نحصل خلال ساعة وخمسة عشر دقيقة تقريبا من الآن على نتائج أولية للذين حظوا بالمقاعد الأكبر في برلمان إقليم كردستان، وكلاء الأحزاب الذين يتواجدون هنا في هذا المركز أو في المراكز المختلفة والتي عددها 1266 على كامل الدوائر الانتخابية الأربعة في إقليم كردستان، سيستطيعون خلال ساعة وخمسة عشر دقيقة من الآن أن يحددوا عدد الذين صوتوا في هذه الانتخابات، ويستطيعون أن يحددوا الأعداد التي حصلوا عليها كل حزب بما حصل عليه، وربما نستطيع أن نقول ساعتها كل حزب بما لديه فرحون. نحن ننهي خلال الدقائق الأخيرة المتبقية من هذا اليوم هذه التغطية، ونرنو أن نصل إلى نتائج يمكن من خلالها أن يحقق الكردستانيون ما ابتغوه خلال هذه السنوات التي طالبوا خلالها، أن يعززوا حالتهم التشريعية عبر برلمان منتخب وحكومة أيضا حاصلة على الاكتمال التشريعي عبر دعمها برلمانيا. طيب يعني أبو طالب، أنت قريب من الأحداث وخصوصا في أربيل التي تعتبر هي المركز اليوم لإقليم كردستان العراق، هل التزمت الأحزاب الكردستانية أبو طالب بعملية الصمت الانتخابي؟ نعم فعليا اليوم بلقائنا مع المراقبين الدوليين
كان هناك بعض الإشارات بالتقرير الذي صدر عن تجمع شبكات المراقبين المحلية والدولية، بالإضافة إلى بعثة مراقبي الجامعة العربية، قالوا أن هناك خروقات بسيطة. هذه الخروقات يعني لا تؤدي بالنهاية إلى مخالفات قانونية، إنما كان الصمت الانتخابي صمتا دقيقا، والمفوضية أشارت إلى ذلك. وهناك عدد من القضايا ربما رفعت في السليمانية وفي أربيل وفي دهوك وفي حلبشة، بالتأكيد مثل هذه الانتخابات لا تخلو من بعض هذه المشكلات، لكن سير هذه الانتخابات ووصولها إلى محطتها الأخيرة وعتبتها الأخيرة فهو وصول آمن ووصول مسالم، ولم تحدث هناك أي مشكلات يمكن من خلالها أن تعكر صفو حالة هذا الوضع التشريعي الجديد والانتخابي الذي قام به الكردستانيون اليوم. ربما خلال الساعات المقبلة أيضا سيصدر من خلال فرق المراقبة الدولية والمحلية عدد من الإشارات، لكن فعليا داخل المراكز لم يحدث أي مشكلات خاصة بالقوى السياسية والكيانات والأحزاب، لكن ربما نستطيع عندما نخرج إلى الطرق الخارجية فإننا ربما سنجد هنا صورة وهنا دعاية، وهذه الدعايات حاولوا موظفو المفوضية واللجان الأمنية المكلفة بحماية هذه المراكز الانتخابية بإبعادهم عن المقترعين ضمن نطاق متري معين تم اعتماده من قبل اللجنة الأمنية العليا لحماية هذه العملية التشريعية، وكذلك بالاتفاق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ابقى معي، أعود مجددا إلى الزميل محمد الربيعي حيث يتواجد في السليمانية في أحد مراكز الاقتراع في السليمانية. محمد، أقل من ساعة وتغلق صناديق الاقتراع الإلكترونية، ماذا لديك بهذه الدقائق الأخيرة قبل أن تغلق صناديق الاقتراع وتنتهي العملية الانتخابية لبرلمان إقليم كردستان العراق؟ تفضل. نعم فاطمة، لم أسمع السؤال جيدا، ولكن على ما يبدو بأن الأجواء حتى هذه اللحظة هي أجواء إيجابية وأيضا تعطي طابع المشاركة المتوسطة وليست الكبيرة. نتحدث عن نسب تقارب 60% هنا في السليمانية حتى هذه اللحظة، وفي هذه المراكز هنالك أخبار تتردد على أن النسبة يعني ما بين 60% أقل أو أكثر، ولكن هذا غير مؤكد، هي بالتأكيد قراءات أو محاولة رصد لبعض المكاتب أو المؤسسات المدنية التي تحاول أن ترصد الانتخابات. ولكن المشهد الذي هنا في هذا المركز بالتأكيد يدل على أن الحركة بدأت تقل، ونحن نعيش الساعة الأخيرة من هذا اليوم، اليوم الانتخابي، لم يتبقى إلا قرابة 47 دقيقة. والمفوضية قبل قليل حقيقة دعت عبر يعني موقعها الرسمي المواطنين إلى الذهاب إلى مراكز الاقتراع وزيادة حجم توافدهم، لكون هذه العملية ستنتهي عند الساعة 6 بشكل أوتوماتيكي، ولا يمكن تمديد هذا الوقت لأن هذه الأجهزة مربوطة بشكل مباشر عبر أجهزة الإنترنت. ولكن حقيقة الملفت الذي رصدناه على مدار هذا اليوم هي مشكلة يعني البصمات التي لم تظهر لي الكثير من الناخبين هنا في هذا المركز، وأيضا يعني بعض البطاقات التي لم تتمكن الأجهزة من قراءتها. هذه الأمور حقيقة يعني شكلت بعض العوائق أمام الناخبين، وبالتالي حرم أكثر من 50 ناخب هنا في هذا المركز من الإدلاء بصوته، ويعني هذا الأمر حقيقة لم تجد له حل المفوضية حتى هذه اللحظة وحتى في الانتخابات الماضية، لأن النسبة التي حددت لتجاوز البصمات هي 5% من أعداد الذين لا تظهر أسماءهم، بالتالي هذا الأمر لا يمكن إعطاه حجم أكبر. وما حقيقة ما يتواجد هنا هو الكثير من الأشخاص الذين هنالك عائق، أما أن تتأخر أو لا تظهر بتاتا حتى وأن يعني ابتعدوا أو توقفوا لفترة من الزمن وبعد ذلك عادوا، أو بواسطة يعني تدخل بعض الأمور الأخرى التي يمكن أن تظهر البصمة بشكل أسرع. ولكن هذا الأمر حقيقة هو الوحيد الذي يمكن أن يعني يشخص بشكل ملحوظ على هذا اليوم وهو يوم الانتخابات، إضافة إلى أن
الخروقات أو الشكاوى حتى هذه اللحظة لم تعلن المفوضية عن وجود أو وصول أي شكوى على مدار هذا اليوم أو بعض يعني الملاحظات من المراقبين الدوليين. بالتأكيد ستكون هنالك بعض الملاحظات وبعض الشكاوى، ولكن بشكل رسمي حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي. طيب، أحسنت محمد على هذا الإيجاز وهذه التفصيلات الدقيقة والمتابعة الدقيقة ونقل الصورة بالدقة. أنتقل إلى زيد، حيث تتواجد في المركز الأكثر نشاطا كما يبدو في دوهوك. زيد، هل لك أن تطلعنا بجولة في هذا المركز وكيف تتم العملية الانتخابية بانسيابية وما هي الخطوات عن طريق الكاميرا؟ وسنكون معك بالتأكيد بالصوت والصورة بهذه الجولة. لك الكلمة والصورة زيد. نعم فاطمة، سنضع المشاهدين بصورة أفضل عن عملية الانتخاب وعن الوافدين بهذا المركز. كما قلت سابقا أن هذا المركز لربما هو الأكثر نشاطا، كما تعلمون هنالك مراكز لا نستطيع التصوير بها إعلاميا، فبالتالي لا نعلم إن كانت هذه المراكز كثيفة بتواجد أم لا، ولكن هذا المركز كثيف جدا. من هنا من البوابة الرئيسية يدخل الناخب، يتوجه مباشرة إلى قاعة الاقتراع، هذه هي محطة الاقتراع عفوا. يتواجد هنا موظف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. أيضا يذهب الناخب إلى هذا الجهاز، يتم فحص فيه بطاقة الناخب الخاصة به، ومن ثم بعد ذلك يذهب للتحقق من بصمته. هذا هو أحد الناخبين الذي يجري الآن التأكد من بصمته، ليتوجه بعد ذلك للتوقيع هنا، التأكد من اسمه والتوقيع والبصمة، ثم يستلم بعد ذلك ورقة تتواجد في هذه الورقة أسماء وصور المرشحين في إقليم كردستان. بعدما يستلم ورقته يدله موظف الاقتراع إلى مكانه السري للاقتراع هنا. بعد اكتمال عملية الاقتراع طبعا قبل الانتهاء يتواجد هنا مراقبي الكيانات السياسية من كل الأحزاب تقريبا متواجدين في كل محطات الاقتراع. نعود بعدما تتم عملية الاقتراع بنجاح، يتم وضع ورقة الناخب في هذا الجهاز للتأكد إذا كانت الورقة صحيحة ولا توجد هنالك أي مشاكل أو أي شوائب في هذه الورقة. يظهر هنا موافقة وتأكيد بأنه تم التصويت بنجاح. إذا ظهرت هذه العلامة أنه تم التصويت بنجاح، بما معناه أن عملية الاقتراع قد نجحت. فاطمة، حقيقة هذا المركز قبل دقائق من الآن كان يوجد هنالك طابور من قبل العوائل تنتظر دورها للدخول إلى الاقتراع، إلى محطات الاقتراع. حقيقة هذا المركز كما نوهت سابقا لم يخلو من الناخبين، مركز هنالك تعاون ما بين الموظفين، ما بين الناخبين، وما بين أيضا مراقبي الكيانات السياسية. حقيقة في داخل المركز لم تحصل أي مشكلة، لم يحصل أي خلاف ما بين أي طرف من الأطراف المتواجدين هنا في هذا المركز. لم يتبقى الكثير من الوقت لغلق صناديق الاقتراع، صناديق الاقتراع التي ستحدد مستقبل كردستان بعد 24 ساعة حسب تصريح المفوضية العليا للانتخابات. سيتم إعلان النتائج. نعم. هذه النتائج زيد، وأنت تتحدث كنت أربع سنوات. كنت تشرح العملية الانتخابية منذ أن يدخل الناخب وحتى ينتهي من عملية التصويت، لكن يبدو أحد الأشخاص كانت لديه مشكلة عند البصمة. لا أعلم إن كنت تستطيع أن تسأل الشخص الذي يوجد على البصمة لماذا لم يقرأ الجهاز بصمة الشخص الكبير كان من خلفك، يعني ما هي المشكلة وهل عولجت أم لم تتم معالجة هذه المشكلة زيد؟ فاطمة، يعني بالنسبة للرجل الذي كان هنا ليس هو أول شخص لم يستطع الجهاز قراءة بصمته، يعني مشكلة هذا الجهاز لا يستطيع قراءة بصمات كبار السن، ولا نستطيع أيضا التحدث مع هؤلاء الموظفين لأن أغلبهم بل كلهم يتحدثون الكردية ولا يفهمون أيضا اللغة العربية، ولكن هذه ليست هي المشكلة الأولى التي تحصل. هذه المشكلة متكررة جدا، يتم فحص البصمة لمرة ولمرتين وحتى لثلاث مرات، إن لم تنجح يتم استخدام الليمون، إن لم تنجح هذه العملية أيضا ف
فلا وسيلة للشخص للاقتراع مرة أخرى. طيب زيد، يعني إذا هنالك أصوات كثيرة قد لن ولم تحتسب بسبب هذه العملية، يعني برأيك هل ستؤثر على نتائج التصويت؟ هل ستحل ربما بملحق آخر أم ستنتهي العملية الانتخابية بهذه الطريقة وسيحرم الشخص الذي لم تظهر بصماته بهذا الجهاز من الإدلاء بصوته؟ فاطمة، قرار المفوضية كان واضحا، لا تمديد ولا ملحق للدرجات ولا تمديد لوقت الاقتراع، بالتالي لا يستطيع الشخص الاقتراع مرة أخرى. مشكلة البصمة تتركز للأشخاص كبار السن، يعني هذه مشكلة لم تحدث لأول مرة فقط. صباحا هنالك أحد الأشخاص حاول ما يقارب الخمسة مرات ولكنه لم يستطع أن يقترع، انتظر خارجا ثم عاد من جديد وأيضا لم يستطع الاقتراع. هذه مشكلة حرمت الكثيرين من كبار السن بالتحديد من الاقتراع، هم ليسوا بالعدد الكبير الذين سيؤثرون على أعداد الناخبين، بل سيحرم البعض من حقوق الاقتراع واختيار الأشخاص الذين سيمثلونهم في إقليم كردستان. طيب أحسنت زيد على هذه التفصيلات، سأعود إليك بالتأكيد مجددا حتى تنتهي هذه العملية الانتخابية عند الساعة السادسة، ولكن اسمح لي أعود إلى أربيل وزميل أبو طالب البحية. أبو طالب، استمعت بالتأكيد لجولة الزميل زيد الشايف في أحد مراكز الاقتراع في دهوك والتي تبدو هي أكثر المراكز نشاطا بالتصويت، وهنالك مشكلة جدا واضحة حتى وهو نقل لنا صورة بشكل مباشر في إحدى محطات الاقتراع، هنالك بصمة ويبدو بصمات كثيرة لأشخاص كبار بالسن، هذا الجهاز لم يقرأ بصماتهم، هل توجد نفس هذه المشكلة، يعني ذات هذه المشكلة في المركز الذي تتواجد فيه؟ لك الكلمة أبو طالب. نعم، عندما سألت المسؤولين عن هذا المركز الانتخابي الذي أقف فيه الآن منذ الساعة الرابعة قالوا لم تحصل مثل هذه المشكلات، وعندما سألت قبل الساعة الرابعة وأنا كنت بلقاء مع عدد من المراقبين الدوليين عن طبيعة هذا الخلل التقني الذي يحصل في مثل هذه المحطات الانتخابية، فقالوا أغلب الأناس الذين لا تظهر بصمات أيديهم هم كبار السن، ولا أعلم ما هو الرابط العلمي بين كبار السن وبين فعليا مساحة البصمة التي تقع على الجهاز المخصص لقراءة هذه البصمة. ربما هناك عدد من الحالات التي قام بعملها بعض الأناس، منها غسل الأصبع بالليمون أو بمواد كحولية للوصول إلى يعني بصمة صحيحة، وهناك أيضا المفوضية قد أخذت أكثر من بصمة لكل مقترع، فكانت هناك عادة عندما لا تعمل البصمة الأولى يذهبون باتجاه البصمة الأخرى والبصمة الثالثة، لكن بالشكل العام عندما سألت هنا في أربيل فقد كانت هذه المشكلات ربما في بداية الصباح، لكن الآن الأمور تمضي بالطريقة الاعتيادية. لكن فاطمة، هنا يجب أن نشير إلى شيء مهم جدا. في التصويت الخاص كان هناك على الدوائر الأربعة في إقليم كردستان ومن أصل 215 ألف مقترع تقريبا، هناك أكثر من 36 ألف بطاقة ناخب أو صوت ناخب لم يسجل، وذلك لأخطاء قام بها الناخبون، أي عبر اختيار أكثر من كتلة سياسية أو عدم الاختيار بشكل صحيح، مما يؤدي بالجهاز الذي يقرأ هذه الاختيارات باعتبار هذه الأوراق هي أوراق باطلة ولا تدخل إلى سلم أو نتائج الانتخابات بشكل نهائي. مع ذلك يمكن أن نشير، إذا نريد أن نجري النسبة والتناسب بين ما حصل في الاقتراع الخاص وما ربما سيحصل خلال الساعة المقبلة من نتائج ستعلن عنها المفوضية العليا المستقلة، فإننا ربما سنجد ما بين 8 إلى 12% من عدد الذين يجب أن يقترعوا فعلياً. طيب،
أبو طالب سأعود إليك بالتأكيد، ولكن اسمح لي أن أرحب بضيفي الكريم عضو الحزب الديمقراطي من أربيل السيد وفاء محمد كريم. أهلا ومرحبا بك سيد وفاء. أقل من ساعة وتغلق صناديق الاقتراع الإلكترونية، ما الجديد المنتظر من هذه الانتخابات؟ لك الكلمة. وهل إلى الآن النسبة هي المتوقعة والمرجوة من المشاركة بهذه العملية الانتخابية في إقليم كردستان العراق؟ تفضل. نعم، تحياتي لحضرتكم. ما أدري إذا كان الصوت واضح حاليا ولا. واضح، واضح وممتاز. طبعا حضرتك تعرفين احنا سنتين تم تأجيل الانتخابات إلى 5 مرات، وهي يعني مع الأسف رسمت علامة استفهام على عملية ديمقراطية في إقليم كردستان اللي احنا كنا سباقين لهذا الموضوع، ولكن الحمد لله والشكر اليوم تم هذا الإنجاز، لأننا خلال سنتين كان هناك تشدد في الصف الكردي ولم تكن هناك حكومة يعني موحدة، ولا وكان هناك برلمان معطل، وكانت لدينا مشاكل كثيرة مع الحكومة الاتحادية في بغداد لعدم وجود توحيد الصف الكردي اللي هي تشمل الحكومة. الآن بعد انتهاء الانتخابات سوف نتوجه إلى تشكيل حكومة واحدة وجيش واحد وبرلمان واحد وقيادة واحدة من أجل الاستعداد للمطالبة بحقوق الشعب الكردي كاملة. والمتوقع الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع من الشعب الكردي هو شيء متوقع، لأن الشعب الكردي أحس بضرورة وجود حكومة فعلية وأحس بضرورة وجود برلمان، لذا نشاهد الآن الإقبال على صناديق الاقتراع أكثر من الإقبال عندما كان في السنوات الماضية. طيب، يعني اليوم سيد وفا وأنت بالتأكيد ستوافقني هذا الرأي، الإقليم هو متعطش إلى التغيير، هنالك مشكلات كبيرة وكثيرة ما بين الحزبين الكرديين، وأيضا هنالك مشكلات مع بغداد لا تنتهي، لا أعلم متى ستنتهي، وأيضا هنالك تردي بالأوضاع والخدمات والشأن الاقتصادي. برأيك هذه الانتخابات هل ستأتي بالوجوه المرجوة لإحداث التغيير في إقليم كردستان العراق سيد وفاء؟ التغيير، عندما نتكلم عن التغيير هو ليس تغيير الوجوه. التغيير عندنا هو بأن نشكل الحكومة الفعلية الحقيقية، وأن ننتهي من تسلط الأحزاب. عدم وجود الشرعية لبعض مؤسسات الحكومة هي جعل هناك تسلط حزبي في بعض المناطق دون الرجوع والالتزام بقوانين حكومة إقليم كردستان اللي كانت تسمى حكومة تصريف أعمال. الآن التغيير هو عندما نتكلم، الناس يعتقدون التغيير بأن يغير الأحزاب وأن تأتي أحزاب جديدة للتغيير، لكن الواقع الحالي هو أن الشعب سوف يكافئ هذه الحكومة، حكومة تقليم حكومة السيد مسعود برزاني، لكثرة الخدمات. يعني أنا لا أوافقك الرأي عندما تقولين قلة الخدمات، بالعكس. طيب، يعني حكومة السيد مسعود برزاني يعني بالداتا بالأرقام بنت 17 سد، بلطت 1400 كيلومتر من الشوارع. طيب، هناك مشاريع ضخمة. لذا أنا أعتقد الشعب سيكافئ حكومة تقليم كردستان. يعني ألم توجد هنالك أي مشكلات اقتصادية سيد وفاء؟ ألم تكن هنالك مشكلات اقتصادية؟ أكيد. هل الشعب أكيد راضي؟ ألم توجد هنالك تظاهرات طيلة تلك السنوات؟ نعم، أكيد 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 وجود هذه المشاكل، لأنه بسبب دخلنا الفراغ الشر تشريعي، لأن البرلمان قد عطل بقرار المحكمة الاتحادية، لأن عدم وجودها كما قلت لحضرتك، إنما مع انتهاء من الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة سوف نلجأ إلى حل هذه المشاكل، ولكن الخارطة السياسية ستبقى كما هي. يعني الخارطة السياسية الحزب الديمقراطي الكردستاني حسب الدراسات الجديدة والأبحاث الجديدة هو أيضا سوف يحصد المقاعد الكثيرة، وهو مرة أخرى سوف يعلن تشكيل الحكومة وبمشاركة الأحزاب الأخرى. طيب، ما التغيير؟ إلى الدور بالحكومة. ما التغيير؟ لأن الأحزاب المعارضة اللي موجودة. نعم، ما التغيير الذي حدث إذا كان التغيير يعني التغيير هو فقط لا التغيير هو شيء واحد. عندما تكون هناك حكومة واحدة وقوية. طيب، وشرعية، سوف نستطيع أن نطالب بحقوق الموازنة، الرواتب، تشريع قانون النفط والغاز، مشاكل كركوك، كل هذه المواد اللي معطلة لأنه لا يوجد توحيد الصف الكردي بعدم وجود حكومة.
بتشكيل الحكومة الجديدة سوف نستطيع أن نلبي مطالب الشعب الكردي اللي هي عن طريق حكومة إقليم كردستان. نعم. طيب سيد وفا، ما هو موقف الديمقراطية الكردستاني من النتائج حتى الآن؟ يعني وإن يعني نعلم الحديث عن النتائج يعني لا زال مبكرا، لكن بالتأكيد لديكم مراقبين كيانات تابعين لكم زودوكم ببعض الأوليات ربما عن النتائج الأولية. حسب لا نستطيع استطيع أن أتكلم عن التصويت الخاص اللي حصل قبل يومين. طيب. لأن انتهت الدورة، لأن الآن حاليا يعني من الغير يعني ولا يسمح لنا بإدلاء بأي نتائج، وهذا خلاف للمفوضية لحد ما نحصل على الداتا. ولكن التصويت الخاص الحزب الديمقراطي حصل على 88,000 صوت، الاتحاد الوطني حصل على 52,000 صوت، الأحزاب يعني جميع الأحزاب المشاركة ال 11 حزب لم يحصلوا بقدر الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتصويت الخاص. ال 88,000 اعتقد هي تشكل 5 مقاعد، هي اعتقد نسبة 88,000 صوت ان كانت نسبة المشاركة، اذا قدرنا المقعد ب 15,000 الى 18,000 المقعد، اعتقد فقط في التصويت الخاص الحزب الديمقراطي حصد 5 مقاعد. طيب ان فاز الحزب الديمقراطي الكردستاني او استحوذ على الاصوات الاكثر والاكبر بهذه الانتخابات سيد وفاء، يعني ما الخطة الموضوعة او البرنامج الذي سيعتمد من قبل هذا الحزب لي إجراء التغييرات في إقليم كردستان العراق؟ أولا مد اليد إلى الأحزاب الفائزة بالمشاركة بحكومة قوية وتوحيد طيب. الصف الكردي كما قال السيد مسعود البرداني. ثانيا كتابة الدستور، نحن لحد الآن ليس لدينا دستور. كتابة الدستور هو مهم جدا، وهي فقرة يعني مكتوبة بالدستور العراقي على إقليم كردستان أن يكون له دستور. ثالث شيء عندما يكون هناك تشكيل حكومة ننتهي من التسلط الحزبي في جميع المناطق، جميع المنافذ الحدودية والواردات في جميع المحافظات ترجع إلى قاصة حكومة إقليم كردستان. طيب. ثم التوجه إلى بغداد بوفد حكومي مشكل من الأحزاب الفائزة لمطالبة بالاستحقاقات اللي هي إحنا طالبنا بها عند دخول حزب الديمقراطي الكردستاني ائتلاف الدولة. هاي هي برامج حكومة إقليم كردستان الجديدة اللي سيترأسها السيد مسعود البرزاني مرة أخرى إن شاء الله. إذن المشكلات الأبرز هي داخلية اليوم، كردية كردية، ومن ثم ستذهبون لحل المشكلات مع بغداد. بالتأكيد هي مشكلات مترابطة. نعم. ومتبادلة مع بغداد اليوم، كما أربيل تريد من بغداد أيضا. صحيح. بغداد تريد من أربيل. ماذا أي شيء تريد بغداد من أربيل حسب الدستور؟ نحن متفقين، الجمارك، المنافذ الحدودية، نصف الإيرادات، تسليم الملف النفطي، هذه كلها تم الاتفاق عليها. تم تسليم الملف النفطي، تم تسليم نصف الإيرادات، تم التدقيق بالرواتب، تم إدخال وحدات وبيانات التدقيق. يعني إحنا هذه الأشياء التنفيذية تم الاتفاق عليها خلال تبقى 9 أشهر، لجان ووفود وزيارات ورقابات ولجان تأتي إلى أربيل وتذهب. أنا أعتقد أن انتهينا من هذا الشهر، لكن هذه المرة ستختلف سيد وفا. نعم. لكي نستطيع أن نتكلم. نعم ممتاز. أكيد أكيد أقب على أكيد هذه الجملة. لا بالعكس. نعم ستختلف لأنها نعم ستأتي بحكومة منتخبة هذه المرة. تفضل. نعم هو هذا القصد، عندما تكون حكومة منتخبة تكون المطالب شرعية وقوية ويكون توحيد الصف ومدعومة من قبل المجتمع الدولي وأيضا من قبل حكومة إقليم وحكومة الاتحادية. هو هذا الشيء اللي نحن نعول عليه. طيب سيد وفا، هل ستلتزم المفوضية العليا بوعودها بشأن إعلان النتائج بعد 24 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع الإلكترونية؟ في حالة التأخير عن عدم الإعلان ب 24 ساعة سيكون هناك خلل، لأن أحد طرق النزاهة والشفافية أن يكون إعلان النتائج خلال هذه المدة القصيرة، لأن الأحزاب ممثلين الأحزاب سوف يسلمون الشرائط ويسلمون عدد الأرقام في المحطات، وكل حزب سوف يعرف عدد مقاعده، ولكن الإعلان الرسمي سيكون من قبل، ويجب أن لا يتأخر أكثر من 24 ساعة. إذا تأخرت أكثر من 24 ساعة ستكون هناك علامات استفهام وستكون هناك شكوك حول دور المفوضية في ذلك الحين، ونتمنى أن لا تتأخر أكثر من 24 ساعة. طيب سيد وفا، بالتأكيد أنت تابعت وأدليت بصوتك بالتأكيد، يعني هنالك بعض المشكلات الفنية حدثت بإظهار البصمة. نعم. وأيضا
ممتاز، كل التوفيقات. طيب سيد وفاء، يعني هذه المشكلات إذا لم تعالج، يعني هل ستكون هنالك حلول أخرى أو ملحق للأشخاص الذين لم يدلوا بأصواتهم بهذه العملية الانتخابية أم سيحرمون من التصويت؟ نعم هو المشكلة، يعني هذا بصمة الصوت للكبار الأعمار مثلا اللي عمره كبير لم يقرأ ببصمة الصوت، وأيضا النساء الذي يستخدمون السوائل الكثيرة في غسل المواعين هاي أيضا تؤثر على أصابعهم، ولكن كان هناك نسبة 5% يسمى التخطي، أي يسمح ل5% بتخطي هذا الموضوع والإدلاء بأصواتهم. كنا نأمل أن تزداد هذه النسبة إلى 10%. نعم مع الأسف الشديد هذه المشكلة لحد الآن، ونحن مع انتهاء عملية الاقتراع لحد الآن لم تحل هذه المشكلة، وحرم الكثير من المواطنين، وهذه التحريم سيؤثر على الحزب الديمقراطي الكردستاني. لماذا؟ لأن جميع الكبار الأعمار كانوا من أبطال ثورة أيلول المجيدة، وكلهم كانوا مصوتين للحزب الديمقراطي الكردستاني، يعني مع الأسف الشديد. يعني من الآن أنت تؤكد سيد وفاء هذه الأصوات هي لجميع الديمقراطي؟ هو لا، هذا كشيء واقعي، لأن تعرفين ثورة أيلول المجيدة اللي شاركوا به في زمن يعني في الستينات والسبعينات كلهم كانوا من البارتي من الديمقراطي الكردستاني، وأكثريتهم الآن يدون يصوتون أعمارهم فوق 70 عام ما تقرأ البصمة الصوت مالهم. يعني أنا أقول هاي نسبة، يعني نسبة يجوز الحزب الديمقراطي هو اللي يؤثر عليه، وهذا أنا يعني سيكون لها تأثير ولكن تأثير بسيط. طيب سيد وفاء، يعني لماذا لم تعالج هذه الحالة؟ قليل، لا تأثير قليل. طيب لماذا لم تعالج هذه الحالة؟ هذه هي المفوضية يجب أن تعالجها. هذا حالة فنية، حالة يعني المفوضية هي المسؤولة عن هذه الحالة. طالبنا المفوضية، الأعضاء السياسيين طالبوا المفوضية الكثير، ولكن هي المسؤولة عن حل هذه. ولماذا لم تعالج؟ أنا أعتقد هذا السؤال يوجه إلى أعضاء المفوضية ورئيس المفوضية. يعني بالتأكيد أنتم أيضا طالبتم بهذا الموضوع، يعني لم تحدث هنالك أي محاكاة أولى ثانية ثالثة؟ نعم، فقط قالوا بأن يستطيع مرة أخرى أن يرجعوا ليدلوا بأصواتهم مرة أخرى ويحاولون، وكما قلت لحضرتك هناك نسبة تخطي 5%، يسمح ل5% منهم أن بعملية التخطي أن يدلوا بأصواتهم، فقط هذا اللي الحل اللي تم من قبل المفوضية، هو طيب هذا الحل الوحيد. طيب سيد وفاء، واضح جدا. طيب سيد وفاء، هل لاحظتم أي تغييرات في السلوك الانتخابي للناخبين بسبب دخول أحزاب جديدة أيضا في المشهد السياسي وفي هذه الانتخابات؟ نعم أكيد، هذه المرة 11 حزب معارض، وهناك 129 ناخب يعني مستقل، وهناك أصوات خاصة في مدينة سليمانية وأصوات معارضة وأصوات جديدة. أكيد التنافس، كان هناك تنافس شديد من بعض الأحزاب، وهذه الأصوات تؤثر أكثر شيء على الاتحاد الوطني، كون أن حزب هناك حزب اسمه جبهة الشعب اللي تولاها لاهور شيخ جنقي اللي كان هو الرئيس المشترك بالاتحاد الوطني، هذا يؤثر. يعني العملية الجديدة هو يعني هناك كثير من الأحزاب لحد الآن يعني هم جدد، والشعب ينتظر هل استطاعت هذه الأحزاب الجديدة أن تحصد بعض المقاعد، وهل سوف ينضمون إلى تشكيل الحكومة أم سيبقون معارضين. إذن هناك يعني مفاجآت ستحصل ما وراء الانتخابات، وهي كيفية تشكيل حكومة إقليم كردستان ومن سيشارك بها. نعم سيد وفاء، هذه الانتخابات بماذا تختلف عن الانتخابات السابقة، وما هي الآثار السلبية والإيجابية من هذه الانتخابات؟ لا يوجد أي اختلاف بنظري، فقط كانت الانتخابات السابقة مفوضية إقليم كردستان في 2018، ولكن الآن تحولت إلى مفوضية بغداد. لا يوجد، فقط يعني العد الفرز، العد اليدوي والإلكتروني سيكون يعني سواسية، ويعطى النتائج بعد ساعة للممثلين، ويعلن بعد 24 ساعة. أنا أعتقد لا يؤثر لا على تشكيلة ولا على الخارطة السياسية وعلى الأداء، وسوف نرى يعني تشكيل الحكومة ونفس الأحزاب الفائزة سابقا، الأول الديمقراطي، وأعتقد الثاني إن كان الاتحاد أو كان هناك منافس الاتحاد، لا لن تؤثر على الخارطة السياسية
في تشكيل الحكومة في إقليم كردستان. طيب كيف يمكن أن تؤثر نتائج هذه الانتخابات خصوصا يعني لم يتبقى بالوقت الطويل أقل من نصف ساعة وتغلق صناديق الاقتراع الإلكترونية للعملية الانتخابية لبرلمان إقليم كردستان العراق؟ هذه الانتخابات سيد وفاء كيف ستؤثر على مستقبل العلاقات بين إقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية في بغداد من كل النواحي، يعني السياسية، الاقتصادية، الدبلوماسية، المشاكل العالقة ربما ستحل قريبا؟ نعم، هذا سيكون تعزيز قوي جدا بين العلاقات بين حكومة إقليم وحكومة بغداد، لأنه كنا نعاني خاصة في خلال هذا العامين بوجود حكومة تصريف أعمال ووجود أحزاب هي تذهب إلى بغداد لتمثل نفسها. نعم سوف ينتهي هذا الشوط، وحكومة بغداد هي أيضا سوف تشارك حكومة إقليم لكونها الحكومة الشرعية. هناك كثير من الاتفاقيات المبرمة أجلت لسبب واحد، لسبب عدم وجود انتخابات برلمان في إقليم كردستان. هناك كثير من المشاريع، هناك كثير من المواضيع الأمنية والاتفاقات الأمنية، تشريع قانون النفط والغاز مثلا، المادة 140، أنا أعتقد كثير من هذه المواضيع أجلت لكي تكون هناك حكومة شرعية ممثلة من حكومة إقليم كردستان. إذن تشكيل هذه الحكومة ستسرع وتعزز من تنفيذ اتفاقيات كثيرة موجودة على الرفوف بين الحكومة الاتحادية وبين حكومة إقليم كردستان، وخاصة من الناحية الاقتصادية والأمنية. طيب سيد وفاء، ما التحديات والمعوقات التي واجهت هذه الانتخابات قبل إجرائها؟ لا يزال الوقت مبكرا سيد وفاء، لا أعلم إن كنت متعب. لا والله يعني ما يخالف، يعني أنت اليوم يعني اليوم أنت نعم أنت اليوم اليوم أنت أيضا لم تشاكس كثيرا وتبدو يعني أكثر هدوء، تختلف كثيرا عن النشرات واللقاءات السابقة. والله العظيم أنت تعرفين لا أبد ما عندي مشاكسة، ولكن التزامات أخرى يعني تجعلني التزامات أخرى مع القنوات الأخرى. يعني ما يخالف، يعني ليكن ملتزمين بالمواعيد. وأنا أول مرة من جهة انقطع الصوت لمدة 10 دقائق. طيب هاي لا تنسيها. مصوش يعني لنا الشرف بوجودك بالتأكيد. بعد الإجابة عن هذا السؤال سنشكر حضرتك. التحديات كانت هناك تحديات، تحجج كثير من الأحزاب لعدم المشاركة في الانتخابات. نعم سنتين تأجلنا الانتخابات 5 مرات، ولكن آخر مرة الحزب الديمقراطي هو اللي أجل الانتخابات، اللي كان لأنه كان يطالب برجوع مقاعد الكوتا اللي دعش، اللي هم المكون المسيحي والتركماني اللي ألغي بقرار المحكمة الاتحادية. ولكن الحمد لله استطاع الحزب الديمقراطي بزيارة السيد نيتشي فان برزاني مع الإطار بإرجاع 5 مقاعد. التحديات هي كانت كثيرة، ولا زالت هناك أحزاب اضطرت إلى المشاركة في هذه الانتخابات، ونأمل يعني هذا الاضطرار يعني أن لا يؤدي إلى خلق مشاكل كما كنا نتوقع، لأن الحد الآن التجاوزات والخروقات اللي موجودة في هذه الانتخابات، ويستطيع يعني مراسليكم أن يؤكدوا، هي موجودة في مناطق السليمانية وحلبجة فقط وغير موجودة في المناطق أربيل ودهوك. ومع الأسف الشديد. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والإيضاحات، وأيضا شكرا لتلبية الدعوة وانضمامك إلينا. سنلتقي بك بالتأكيد بالنشرات اللاحقة. جزيل الشكر لك ضيفي الكريم. إذن أنتقل مجددا إلى زميل أبو طالب البوحية، ما هي آخر المستجدات والتطورات لديك حول هذه العملية الانتخابية؟ أبو طالب لك الكلمة. نعم فاطمة، بلغت الآن فعليا بموعد إعلان المفوضية المستقلة العليا للانتخابات حول حصيلة الناخبين التي حدثت خلال الساعات الماضية في يوم الاقتراع العام في الدوائر 4. الساعة 8 سنكون معكم عبر بث مباشر بالتأكيد أيضا من أربيل من مكتب هيئة إقليم انتخابات كردستان، وسنقوم يعني الوصول إلى النتائج النهائية والرسمية لعدد المصوتين. لغاية اللحظة حاولت أن أحصل على رؤية مبنية
مبدئية لهذه النتائج، لكن المفوضية ترتئي دائما أن تصل إلى النتائج بدقة وأن تعلن عنها أيضا بدقة، فلذلك في الساعة 8 ستعلن المفوضية عن حصيلة هذه الانتخابات إن كان في يومها الخاص أو إن كان في يومها العام أي اليوم. الآن يعني فترة الحركة بشكل كامل ونهائي، ووكلاء الأحزاب الآن يبدأون بتحضير أنفسهم للتواصل مع دوائرهم السياسية لتبليغ دوائرهم السياسية بالنتائج التي ستظهر من خلال الشرائح التي سيقدمها جهاز يعني جهاز العد والفرز الإلكتروني. لذلك نحن الآن ضمن الدقائق الأخيرة من هذه الانتخابات، وربما خلال نصف ساعة من الآن سنصل إلى تصور عام حول الخريطة السياسية لبرلمان إقليم كردستان وأخيرا بعد كل هذه الجولات. أحسنت. طيب أنتقل إلى السليمانية والزميل محمد، ماذا لديك محمد في الدقائق الأخيرة قبل إغلاق صناديق الاقتراع بالتصويت العام لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق؟ محمد. نعم فاطمة، حتى هذه اللحظات حقيقة في هذا المركز الذي نتواجد به لا تزال هنالك أعداد من المواطنين يتوافدون بين الفترة والأخرى بشكل متقطع وقليل، ولكن يعني الذي رصدناه حتى هذه اللحظة يوجد هنالك بعض المواطنين الذين يتوافدون على محطات الاقتراع، وهو أمر حقيقة يعني نعيشه للربع ساعة الأخيرة. وهذا الصندوق بعد ربع ساعة يعني يقفل بشكل أوتوماتيكي ويتم إرسال النتائج بشكل مباشر وإظهارها إلى يعني بشكل ورقي، وأيضا بعد ذلك ستقوم فرق المفوضية هنا بعملية العد والفرز اليدوي لإظهار النتائج وأيضا فرز حصص وأصوات كل الأحزاب والتحالفات السياسية التي حصدتها. وستكون هذه العملية حسب ما بلغنا هنا مدير القاعة بأنها ستكون بمراقبة من يعني الكاميرات وأيضا الإعلاميين وحتى الكيانات السياسية لكي تكون أكثر مصداقية وأكثر يعني حيادية في عملية نقل وإثبات الحقوق حتى يتم إعلان النتائج كما هو متوقع عند الساعة 8 مساء من هذا اليوم، وقد يكون يوم غد سيتم إعلان النتائج كما أعلنت المفوضية خلال 24 ساعة ستعلن بشكل رسمي للتصويت العام والتصويت الخاص هنا في إقليم كردستان. نعم. عموما ابقى معي محمد، بالتأكيد سنكون معكم بصور و يعني لقطات حصرية عند إغلاق صناديق الاقتراع. أنتقل مجددا إلى الزميل زيد حيث يتواجد في أحد مراكز الاقتراع في دهوك. لم يبقى إلا القليل، الدقائق الأخيرة وتغلق صناديق الاقتراع، ما هي الصورة لديك زيد؟ فاطمة، هذا المركز النشط بات الآن لا يتواجد فيه إلا 3 أو 4 ناخبين سيقترعون ومن ثم سيذهبون. دقائق قليلة وستغلق صناديق الاقتراع، دعينا نستغل هذه الدقائق القليلة لربما هي 10 دقائق أو أقل لشرح بشكل مختصر وبسيط كيفية إغلاق صناديق الاقتراع. قبل الآن الكيانات ممثلي الكيانات السياسية الآن يستعدون ويتجهزون، مسؤول المحطة أو مسؤول هذه القاعة التي نتواجد فيها الآن يغلق أوراقه، بالتالي عنده حلول الساعة 6 مساء هذا الجهاز سيغلق أولا، ومن ثم سيغلق جهاز البصمة. عندما تغلق هذه الأجهزة يأتي منسق هذه المحطة أو مسؤول هذه المحطة لسحب الأشرطة وتوزيعها على الكيانات السياسية وعلى المفوضية. أيضا فاطمة، في كل محطة تتواجد كاميرا عالية الدقة، هذه الكاميرا تراقب ما يحصل داخل هذه المحطة لشفافية ولنزاهة الانتخابات. بالتالي هذه المحطة كما أشاهد فرغت بالكامل دقائق قليلة وستغلق صناديق الاقتراع وسيحدد مستقبل برلمان إقليم كردستان. طيب بالعودة إلى أبو طالب البوحية في
أربيل، أو سأبقى معك زيد قليلا نتحدث يعني عن ملخص بشكل عام. كنت تتواجد منذ ساعات الصباح الأولى، كيف كانت نسب الإقبال؟ ما هي التحديات التي واجهت هذه العملية الانتخابية قبل أن نشاهد معا وبشكل مباشر من السليمانية وأربيل ودهوك عملية إغلاق صناديق الاقتراع للتصويت العام، وقبلها كانت عملية الاقتراع للتصويت الخاص، وننتظر بالتأكيد إعلان النتائج الأولية، ومن ثم ننتظر بعد 24 ساعة سيكون إعلان النتائج النهائية لهذه الانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان العراق. لك الكلمة زيد. فاطمة، بالنسبة لجغرافية مدينة دهوك ونسبة سكانية البسيطة، كان هنالك توافد على أغلب المراكز الموجودة في مركز المدينة وحتى في الأقضية والنواحي. النسبة نصف يومية سجلتها المفوضية هي 31%. يتوقع أن تصل النسبة وأن تزداد هذه النسبة بشكل عال جدا، يعني قبل 10 دقائق بدأ فتور الناس إلى هذه المحطة وحتى بقية المحطات بتواصلنا مع المفوضية، بالتالي يتوقع أن تكون نتيجة الاشتراك نتيجة عالية جدا. وللتنويه أيضا، قبل أقل من 10 دقائق كانت هناك مواطنة كبيرة بالسن جاءت إلى هذه المحطة للاقتراع، ولكن للأسف نفس المشكلة قد أعيدت من جديد، لا يستطيع الجهاز قراءة السيم كارت الموجود في بطاقة الناخب، بالتالي هذه الإمرأة الكبيرة قد حرمت من الاقتراع. نتأمل ونتوقع نسب مشاركة عالية في مدينة دهوك بالرغم من النسبة السكانية يعني الضعيفة مقارنة ببقية محافظات الأقليم، يعني 25 مقعد، مقعد للكوتا و8 مقاعد للنساء، هي فقط حصة إقليم كردستان في حصة مدينة دهوك في برلمان إقليم كردستان. نعم فاطمة. طيب، سأنتقل مجددا إلى الزميل محمد في السليمانية. محمد، يعني ما هي آخر الصورة والأحداث لديك قبل أن تغلق صناديق الاقتراع؟ لم يتبقى إلا بعض الدقائق. نعم فاطمة، اليوم كان يعني طويلا وأيضا حماسيا بالنسبة للجماهير هنا في السليمانية التي انتخبت والتي مارست حقها الديمقراطي بالتعبير عن تطلعاتها وعن رغباتها وحتى ما يعني ما تشاء أن يكون هنا في سدة الحكم خلال الفترة المقبلة. هذا الصندوق الذي أنا بجانبه يحتوي على كل الأوراق التي انتخب بها يعني الناخبين هنا في هذا المركز، وبالتأكيد هذه الصناديق ستجمع اليوم بشكل إلكتروني نتائجها إلى بغداد، وأيضا يتم جمعها هنا داخل هذه المحطة وداخل هذه المراكز بشكل منفصل. كل صندوق سيتم فتحه هنا بعد أن تظهر النتائج عندما يتم إغلاقه، وتقوم كوادر المفوضية هنا بعملية العد والفرز وأيضا إحصاء الأوراق بشكل دقيق ومطابقتها مع النتائج الشريطية الإلكترونية التي تظهر. لكن ما يمكن أن نتحدث به عن نسب تقريبية قياسا بهذا يعني المركز الذي سجل نسبة تقارب 63 بين محطة وأخرى، لذلك يعني إذا ما عكسناه على يعني المراكز الأخرى يمكن أن يسجل نسبة مقاربة لما شهدته الانتخابات الماضية في كردستان وبالتحديد انتخابات عام 2018 التي جاءت بنسبة 59.5 من أعداد المشاركين بالانتخابات، وهي نتيجة قد تكون مقاربة اليوم إذا ما تم يعني جمع النتائج من كل يعني كردستان اليوم وأعلنتها المفوضية، وهو ما ستقوم به عند الساعة 8. لذلك حقيقة هذا المشهد حتى هذه اللحظة قد يكون مقاربا لما شهدته الانتخابات الأخيرة هنا في كردستان
بهكذا نسب تقارب هذه الأرقام بين 60 أكثر أو أقل، ولكن حتى هذه اللحظة الأمر هو تكهنات، والأمر هو عبارة عن رصد لبعض المراكز، ليس يعني جمع لكل المحطات وكل المراكز الانتخابية. لذلك هذا الصندوق الآن بعد قرابة 6 دقائق الذي يعني يؤشر هنا بأنه سيغلق عند الساعة 6:00 ويعطي وقت بأن ما تبقى من لإغلاقه هي 6 دقائق فقط، الذي يعني سيقوم بإغلاق نفسه بشكل ذاتي، وبعد ذلك ستظهر النتائج بشكل شريطي، وكوادر المفوضية ستقوم بعملية مطابقة لهذه النتائج الإلكترونية بشكل ورقي، وأيضا العمل على جمعها و يعني إرسالها إلى المفوضية هنا مبدئيا في السليمانية، وبالتالي تجمع في عموم محافظات الإقليم لأن يتم يعني الإعلان عن نسب المشاركة أو حتى عن الإعلان عن محمد. سنكون بالتأكيد معك بصورة مباشرة عند إغلاق الصناديق. إذن إلى أربيل والزميل أبو طالب. أبو طالب، الجميع مستعد ومتأهب لمعرفة النتائج والنسب النهائية في هذه اللحظات والدقائق الأخيرة، لك الكلمة، هل سنكون بمؤتمر مباشرة بعد إغلاق الصناديق للإعلان عن النتائج الأولية أو النسب أو نسب المشاركة في هذه العملية الانتخابية؟ لك الكلمة أبو طالب. فاطمة، فعليا بحسب الخبرة التي اكتسبناها منذ يوم الاقتراع الخاص، فإن النتائج التي ستصدر من قبل القوى والكتل والأحزاب السياسية عبر وصول أرقام النتائج التي حصلوا عليها من وكلائهم في مثل هذه القاعة، والتي تعتبر واحدة من المحطات التي تقدم باتجاهها الناخبون الكردستانيون هنا في هذا الجهاز. يمكن الزميل طوني في هذا الجهاز، وهو صندوق اقتراع إلكتروني، من خلاله ستظهر النتائج الأولية التي من الممكن أن يحصل عليها ممثلو الأحزاب الذين يجلسون هنا، نعم، والذين يعني يتوضح لديك الآن عبر الرابعة، وهم مستعدين لتسجيل النتائج التي ستظهر إلكترونيا عبر صندوق الاقتراع في هذه المحطة، وسيكون هناك في الساعة 8:00 من مساء هذا اليوم المؤتمر الصحفي في هيئة انتخابات إقليم كردستان، حيث ستعلن الأعداد التي شاركت في هذه الانتخابات في اليوم العام، وسيضاف إليها بالتأكيد اليوم الخاص الذي جرى في يوم الجمعة الماضية. أما النتائج النهائية التي ستعلن لطبيعة الأرقام التي حصل عليها القوى السياسية والأحزاب والمستقلين، أي أقصد الذين وصلوا فعليا تحت قبة برلمان إقليم كردستان في دورتهم التشريعية 6، فإن ذلك سيبدو واضحا بعد 24 ساعة من الساعة 6:00 من مساء هذا اليوم، أي بعد 24 ساعة وأربعة دقائق فقط. أما فعليا النتائج التي سيعلن عنها اليوم في الساعة 8:00 هي أعداد الناخبين والمصوتين في الدوائر الأربعة في أربيل ودهوك والسليمانية وحلبشة، وتتضمن هذه النتائج فعليا الأرقام التي حصلت على قبول هذا الجهاز الإلكتروني أو هذا الصندوق الانتخابي الإلكتروني، بالإضافة إلى الأصوات التي لم تقبل كنتيجة نهائية. لكننا خلال الساعات المقبلة بالتأكيد فإننا سنستطيع أن نحدد
الطبيعة العامة والخريطة العامة لبرلمان إقليم كردستان عبر وكلاء الأحزاب السياسية الذين سيسجلون في كل محطة عدد الناخبين الذين صوتوا لأحزابهم وقواهم السياسية. ربما سنشهد مؤتمرات صحفية لقادة الكتل السياسية والقوى السياسية يحيون في هذه العملية الديمقراطية التي حدثت، هذا النجاح الذي حصل حتى هذه اللحظات الأخيرة من يوم الاقتراع طيب. العام. أبو طالب أتمنى أن تكون الكاميرا على الصندوق الذي من خلفك، سنكون الآن بالدقائق أو الدقيقة الأخيرة قبل إغلاق صناديق الاقتراع بالتصويت العام لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق. إذن الآن نحن بصور مباشرة من أربيل دهوك السليمانية. الآن جميع محافظات إقليم كردستان العراق، الآن سنكون مع إغلاق صناديق الاقتراع بالتصويت العام عند الساعة 6:00. لم يتبقى إلا دقيقة واحدة وتغلق هذه الصناديق. إذن مشاهدينا الكرام نحن الآن بصور مباشرة من دهوك السليمانية أربيل محافظات إقليم كردستان العراق. كنا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ونحن نغطي هذا العرس الانتخابي في إقليم كردستان العراق. إذن نحن الآن مع إغلاق صناديق الاقتراع للتصويت العام لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق. نشاهد معا مباشرة هذه الصور الحية. إذن مشاهدينا الكرام انتهت عملية التصويت العام وتم إغلاق صناديق الاقتراع للتصويت العام لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، وكنا معكم بصور حية من مراكز الاقتراع في أربيل دهوك السليمانية. أنتقل إليك أبو طالب، لك الكلمة. فاطمة الآن نحن في اللحظات الأخيرة لإغلاق هذه المحطة الانتخابية. كوادر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعطت التوجيهات الأساسية للحظات الأخيرة لإغلاق هذه المحطة لممثلي القوى والكيانات السياسية بالإضافة إلى المراقبين، ونحن ننتظر الآن الخطوات الأخيرة التي تعتبر خطوات تقنية. هم السادة والزملاء في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يقومون الآن بإنجاز الترتيبات التقنية الأخيرة لإنهاء عملية التصويت بالكامل. الآن ربما تظهر لدينا هذه عملية التحميل أو الداونلود لمجمل النتائج التي حصل عليها هذا الجهاز والذي هو عبارة عن صندوق إلكتروني. تتم قراءة النتائج الآن ويتم إخراجها إلكترونية أيضا بانتظار النتائج المعتمدة من قبل المفوضية المستقلة العليا للانتخابات بعد إغلاق هذه المحطة حالها حال كل المحطات والمراكز الانتخابية والتي عدت في كامل إقليم كردستان على مساحة
أربعة محافظات وأربعة دوائر انتخابية ب 1266 مركزا انتخابيا، منهم 498 مركزا في محافظة أربيل. ننتقل الآن بالصورة أيضا إلى تفضل. الآن هنا ربما يظهر لدينا عبر هذه الشاشة أن المعلومات التي احتوتها الأوراق الانتخابية التي يمكن أن تظهر عبر شاشة الرابعة الآن يتم قراءتها ودراستها والتأكيد من صلاحية البطاقات التي تعتبر بطاقات صالحة وتلك البطاقات التي لا تدخل ضمن النتائج الانتخابية. ربما نحتاج إلى 5 دقائق أو أقل تقريبا. أسأل الآن السادة في مفوضية الانتخابات. الشاشة هنا تشير فاطمة ومشاهدي الرابعة من إربيل، ننقل لكم الثواني العشرة الأخيرة لهذه المحطة الانتخابية في وسط إربيل، والتي بعدها سيخرج هذا الجهاز النتائج الإلكترونية النهائية والتي سيطلع عليها وكلاء الأحزاب السياسية. ومنها الآن انتهى وقت الاقتراع، نحن أمام عملية تشريعية جديدة. الزميل محمد الربيعي، ونحن نشاهد أيضا عملية إغلاق الصناديق في الثواني الأخيرة في السليمانية. لك الكلمة محمد، نشاهد مباشرة. نعم فاطمة، الآن والصورة. هذه الثواني الأخيرة التي نرصدها، التي ستخرج بعدها النتائج بشكل مباشر بعد أن يقوم الجهاز كما تشاهدين الآن. هذه هي المرحلة الأولى عند إغلاق الصندوق التي يتم بها تحميل كافة النتائج والأوراق التي مسحت بشكل إلكتروني بعد أن تم ربطها بالجهاز البيومتري الذي يقرأ البصمات والأوراق التي خاصة بكل ناخب. هذا الجهاز سيقوم بعملية تحميل وقراءة كل النتائج التي يحتويها هذا الصندوق، وبالتالي سيستغرق هذا الوقت حسب المفوضية قرابة 10 دقائق ليتم الانتهاء من هذه العملية. وبعد هذه الدقائق يمكن للمفوضية سحب بشكل ذاتي هذه الأوراق التي تصدر هي نتائج لما يتم استخراجه كما تشاهدون الآن. جاري عملية خزن نتائج الاقتراع والمطابقة والتسوية والبيانات. هذا الجهاز الآن يقوم بهذه القراءات، وهذه العملية حقيقة تقوم ذاتيا بإرسال النتائج إلى بغداد إلى مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وهي عملية يعني كما رصدناها لا تتضمن أي ملاحظة أو أي تدخل من أعضاء المفوضية هنا. هذا الصندوق يعمل بشكل ذاتي ويعمل بشكل إلكتروني، بعد ذلك سيقوم بإخراج النتائج التي يحتويها بشكل مفصل لكل كيان ولكل حزب ولكل تحالف، عدد الأصوات التي حصل عليها وعدد المرشحين الذين تم انتخابهم في هذه المحطة. طيب وأيضاً محمد، واضح جدا، نحن نشاهد يعني بالصوت والصورة مباشرة منك من السليمانية كيفية عملية إغلاق الصندوق، وأيضا شاهدنا في إربيل. وننتقل الآن إلى الزميل زيد الشهيب بدهوك، وسنشاهد معا بالصوت والصورة مباشرة كيفية إغلاق صناديق الاقتراع بالتصويت العام. لك زيد. فاطمة، قبل ثواني أو دقيقة واحدة تم إغلاق هذا الصندوق الأول، والآن يتم إرسال البيانات كما هو مكتوب هنا. يخرج الآن من جهاز البصمة الأشرطة الخاصة. هذه الأشرطة ستكون موزعة 4 نسخ،
تسلم نسخة لمجلس المحافظة، ونسخة تسلم إلى المفوضية، ونسخة إلى الكيانات السياسية، ونسخة ستعلق على أبواب المحطات. الآن تجري عملية سحب الأشرطة وسحب الأوراق من جهاز البصمة، تحتوي هذه الأشرطة على أعداد الناخبين في هذه المحطة، وأيضا على أعداد الأصوات لكل كيان ولكل حزب سياسي. الآن الكيانات السياسية وممثلي الكيانات السياسية ينتظرون عملية إخراج الأشرطة لاستلامها وتسليمها إلى كياناتهم السياسية. كما تشاهدين أيضا مدير المحطة يتواجد هنا، منسق المحطة أيضا يتجول ما بين جميع المحطات، أو مسؤول المركز يتجول ما بين كل المحطات. تجري الآن عملية إخراج الأشرطة. هذه الأشرطة ستوضح يعني عدد الأصوات لكل كيان، وأيضا ستكون هنالك نسخة من هذه الأشرطة كما قلت سابقا ستعلق على الأبواب لكي يؤخذ منها نسخ أو يتم تصويرها من قبل الجهات الإعلامية أو من قبل المصورين. أيضا إلى هذه اللحظة بالنسبة لهذا الصندوق لم يغلق هذا الصندوق إلى هذه اللحظة. يتم الآن عملية خزن نتائج الاقتراع والمطابقة والتسوية. منذ أن أغلق هذا الصندوق وإلى هذه اللحظة يتم تحميل نتائج الاقتراع والمطابقات والتسوية للتأكد إذا كان هنالك غلط في عملية الاقتراع. الآن حتى في هذه العملية وفي هذا الوقت الذي يجري فيه إخراج الأشرطة التي ستوزع، يتواجد قائد شرطة مدينة أدهوك في هذه اللحظة في هذا المركز. يعني كما نوهت سابقا أن هذا المركز هو أنشط مركز وأكثر مركز لربما كان فيه ناخبين وزيارات للمقترعين. طيب أعود مجددا إلى الزميل أبو طالب البحية في أربيل، ولك الكلمة أبو طالب. نشاهد مباشرة كيفية عملية إغلاق صناديق الاقتراع اليوم العام. أبو طالب لك الكلمة. فاطمة فعليا بعيدا عن التقنيات التي يمكن أن نشاهدها الآن والتي شاهدناها فيما سبق خلال الدقائق القليلة الماضية، فنحن فعليا أمام حياة برلمانية جديدة في إقليم كردستان، حيث انتهت هذه العملية التشريعية أو العملية الانتخابية للوصول إلى الدور التشريعي السادس، وهذا السباق والمضمار الذي قاتل من أجله الكردستانيون طوال سنوات طويلة، وربما يشكلون منذ العام 1992 حياة ديمقراطية عبر برلمانهم، فهم اليوم وصلوا إلى ربما برلمان قادر على أن يحقق لهم أمنياتهم و تمتين. سنبقى مع هذه الصور بالتأكيد لعملية إغلاق صناديق الاقتراع. إذن مشاهدينا الكرام، كنا معكم بتغطية مباشرة منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم لعملية انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، وحتى الدقائق الأخيرة التي كنا نوافيكم بالصوت والصورة مباشرة لعملية إغلاق صناديق الاقتراع للتصويت العام. وسنبقى بهذه التغطية بالتأكيد المفتوحة خلال اليوم لمتابعة النسب الأخيرة والنتائج الأولية. شكرا لشبكة مراسلي الرابعة الذين واكبوا هذا الحدث منذ ساعات الصباح الأولى من محافظات السليمانية أربيل دهوك، الزميل أبو طالب البحية، وأيضا الزميل محمد الربيعي، والزميل زيد الشهيب. وشكرا جزيلا لكل من شاهد وتابع هذه الساعة لهذه التغطية.